بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. كالعادة بيبقى عندنا بعض الملفات المهمة جدا اللي بنناقشها مع حضراتكم، وفي بعض المواضيع اللي ناقشناها الأسبوع اللي فات وفكرة اللي احنا نعرض فيديوهات والكلام اللي أنا كنت وعدت حضراتكم بيه. المجلس الإدارة هيبقى فيه مؤتمر صحفي وهيبقى فيه كلام كتير جدا، هنتناقش في كل الكلام ده كله اللي قلناه الأسبوع اللي فات مع اجتماع مجلس الإدارة اللي حصل فيه، والإعلام كان دوره إيه؟ هل الإعلام محايد ولا مش محايد؟ هنسيب حضراتكم الحكم طول الوقت. إحنا دورنا اللي نعرض الأمور لحضراتكم ومبين الأمور كلها لحضراتكم، وحضراتكم أصحاب القرار سواء جمعية عمومية أو سواء جماهير النادي الأهلي، ونقول لحضراتكم الناس بتشتغل إزاي؟ مع ولا ضد ولا أي اجتماع بيتاخد فيه قرار، بتلاقي القرار عامل إزاي؟ كل ده هيتعرض لحضراتكم دلوقتي، عشان الاسبوع اللي فات وعدنا حضراتكم لما بنتكلم في موضوع مش بنسيبه الا غير لما نظهر الحقيقه للناس. كمان في البدايه مهم جدا نتكلم عن فريق الكوره في النادي الاهلي، بيستعد بشكل قوي جدا مباراه الكاس. ما بتعرفش فريق كبير او صغير، بتعرف التركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه، بتعرف الروح اللي احنا بنتكلم عنها دايما. والنادي الاهلي لما بنتكلم على البطوله العربيه والمباراه الاخيره، انا اختلف مع ناس كتير اللي هي بتهاجم وخلاص. بمعنى المباراة الأخيرة للنادي الأهلي كان فيه روح وكان فيه أداء، لكن ما كانش فيه توفيق. عشان كده أنا مع فكرة طول الوقت لما يبقى فيه أداء محترم وفيه إخلاص وفيه أداء رجولي داخل الملعب، خلاص اللعيبة عملت اللي عليها. مش هتكلم على ظلم تحكيمي، لأن احنا النادي الأهلي اتعلمنا كده، اتعلمنا اللي انت تشتغل وتتعب، تبعد عن المبررات وتبعد عن الاعذار وتبعد عن تقول اي شماعه تعلق عليها الشغل اللي موجود، لا اعمل اللي عليك واجتهد واتعب وما تخلقش اعذار. والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى زي ما بقول لحضراتكم في الاخر. الجمهور، عشان كده النادي الاهلي بعد المباراه الجماهير اللي كانت موجوده كانت بتساند اللعيبه وبتسقف لها وهي خارجه، وهو ده اللي احنا عهدنا مع جماهير النادي الاهلي المحترم. اللي أنا عايز أقوله إن في مباراة مهمة جدا، دايما اتعلمنا كده، والجملة اللي أنا بقولها لحضراتكم مش النادي الأهلي اللي تخسر مباراة وتعادل مباراة والأمور تعدي عادي، خصوصا اللي طموحنا كبر مع الجماهير. حاولنا نقول للناس اللي دي بطولة فيها أغراض سياسية وفيها أمور كتير جدا جدا جدا. المدير الفني كابتن حسام ما كانش موجود، بعض اللعيبة كانت بتريح، ولكن جماهير النادي الأهلي مع المباريات الطموح زاد، والهدف عندنا اللي احنا عاوزين البطوله. فاحنا زي الجماهير بالظبط، الجماهير الواعيه المحترمه اللي بتقف جنب ناديها، الطموح عندنا زاد وبقينا طماعين وبقينا عايزين نكسب وناخد البطوله. قدر الله ما شاء فعل، اللي حصل حصل، باخطاء بقى احنا نقول، مش الفريق ولا الجهاز الفني ولا مجلس الاداره، احنا اللي نقول. الاخطاء التحكيميه واضحه في كل البطوله، لكن مفيش مشكله، صفحه واتقفلت. النهارده بتروح لبطوله ثانيه، والنادي الاهلي لما يخسر مباراه بيبقى عايز مباراه ثاني يوم، ده المفروض يبقى التفكير طول الوقت سواء جهاز فني او لاعبين، ويفكر ازاي يسعد جماهيره ويجيب لجماهيره بطولات. فمن هنا النادي الاهلي عنده مباراه مع فريق سموحه، واحد من الفرق المحترمه جدا. النادي الاهلي بيستعد بشكل قوي، في 23 لاعب في المعسكر، الكابتن حسام البدري فضل المعسكر يبقى فيه سريه التدريب النهارده رغم اللي فيه غيابات بكره، لكن بنراهن دايما على رجاله النادي الاهلي. في غيابات زي بنتكلم احمد فتحي، سعد سمير، حتى المجموعه كلها، الصفقات الجديده وليد ازارو، احمد الشيخ، هشام محمد، كل اللعيبه الصفقات الجديده، واسلام محارب، كل الكلام دوت اللعيبه او اللعيبه اللي انا قلتها مش هيبقوا موجودين بكره. فاللعيبه اللي موجوده عندنا ثقه فيها كامله، لعيبه رجاله. مباراه الكاس بيبقى فيها مفاجات، واحنا طول الوقت بنتكلم على البطوله ورجاله النادي الاهلي، فلازم التركيز، لازم الالتزام بالتعليمات المدير الفني، لازم كمان الاهلي يبقى الفعل مش رد الفعل. الاهلي يبقى الفعل مش رد الفعل، ده بيبقى لما لعيبه النادي الاهلي بتفكر كده، لما لعيبه النادي الاهلي بتنزل كده فيها الحاجات اللي انا قلتها دي، بتميزه عن اي فريق. لان النادي الاهلي من وجهه نظري ما عندوش فرقه، ولا النادي الاهلي عنده 3 فرق وعنده لعيبه متميزه، فلازم اللعيب طول الوقت
الفرصه تجيلك بتلعب اقل، لما تاخد الفرصه تقاتل عليها وتقاتل على فانله النادي الاهلي. لان انا النصيحه اللي بقولها للعيبه طول الوقت، لما تروح وتمشي من النادي الاهلي وتروح تلعب في مكان تاني، مع احترامي لكل انديه مصر، الاهلي حاجه مختلفه. رصيدك من البطولات، رصيدك من الشهره والجماهيريه والسي في بتاعك، وكمان الانضباط، النادي الاهلي بيغير من مسار لعيبه كتير، كمان على المستوى الاخلاقي لو انتوا عايزين تعرفوا اكتر من كده اقول. فمن هنا لما تجيلي الفرصه ما بتبقاش في سلاسه وسلبيه، لازم احس باللي انا شفته من اكرم توفيق وهو عنده احساس بالذنب، اللي الباص ممكن يكون يتسبب في النادي الاهلي يخسر، والراجل واقف على الدكه بيقاتل، اتعلم حاجه في الوقت البسيط، وصلت لنا الرساله. لما اشوف عمرو السوليه بيتقال له العب في الحته الفلانيه في وسط الملعب، لا بيغير كابتن حسام مكانه في اخر المباراه وبيقاتل في مكان تاني، لعيب عاوز. فالرساله بتاعتك بتوصل، على عكس ما انا يبقى ادائي فيه سلبيه وبالراحه وهدوء، ومش هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي القتال جوه الملعب، الاخلاص، الالتزام، الروح. وهحط تحت الروح مليون شرطه، لان الجماهير لما بتشوف الروح موجوده صدقوني مهما كانت النتيجه بيسقف لك. واتذكر موقف احكيه لحضراتكم. في يوم من الايام النادي الاهلي كان بيلعب نهائي الكاس، وكان بيلعبوا ضربات جزاء، واللي ضيع ضربه الجزاء اتذكر المحترم محمد فضل. الاهلي عمل اللي عليه في المباراه، فضيع محمد فضل ضربه الجزاء، فاللعيب ابتدى وخسر النادي الاهلي الكاس اعتقد. فاللعيب جاله احباط. عارفين جماهير الاهلي عملت ايه؟ المحترمه الوفيه اللي بتساند لعبتها، نادت محمد فضل اول واحد، ومحمد فضل يمشي وترجع الجماهير تناديله تاني، عشان خلاص الفريق عمل اللي عليه. هي دي جماهير النادي الاهلي وعبقريتها واحترامها للاعبتها. لما بتشوف مفيش تقصير بتقف وتساند وتدعم لما بتلاقي الروح موجوده. فمن هنا النادي الاهلي اللي حصل في مباراه الفيصلي الاردني ده حصل نفس الكلام، شافت الفعل فاعل، شافت اللعيبه ما حدش اثر، شافت النادي الاهلي ضاغط 45 دقيقه بمنتهى القوه وبيلعب لغايه اخر دقيقه. ده في هجمه انا اتذكرها، هجمه مره واثنين وثلاثه واربعه بتحاول تجيب جون، مفيش توفيق. حتى كمان الشوطه بتاعت صالح جمعه اللي جت في العارضه مفيش توفيق، خلاص الجماهير شافت اللي انت عملت اللي عليك، فمن هنا رفعت اللعيبه على الراس. فده ده ده دور الجماهير، وكمان دور اللعيبه المهم جدا. كابتن حسام ربنا يوفقه ويختار التشكيله المناسبه لمباراه بكره، وان شاء الله اللعيبه ترجع من استاد برج العرب وعلى المباراه النهائيه، وان شاء الله يبقى كاس مصر من نصيب النادي الاهلي. كل ده بالاربع حاجات اللي قلتها حضراتكم عليها، بالنظام والالتزام وروح الفانيلا والكور المشتركه، القتال داخل الملعب، القتال مش اللي انا اذي زميلي، القتال اللي انا لما يبقى في كره مشتركه ادخل بكل قوه وتبقى رساله للجماهير. البدايه هتلاقي اوريدي يا جماعه بيبقى في فرق في التفكير، الاهلي التارجت بتاعه والمدير الفني واللاعبين بيبقى البطوله، فبيبقى الفريق اللي قدامك عامل لك 1000 حساب، فلازم من البدايه ابقى الفعل. وده كلام مهم جدا للعيبه والجهاز الفني. ان شاء الله ربنا يوفق كابتن حسام البدري في اختيار التشكيله مره تانية، وكمان اللعيبه اللي يلعب يلعب، المهم الاهلي يكسب. وانت نازل حط في دماغك مش النادي الاهلي اللي بيخسر مباريات كتير ورا بعض، النادي الاهلي بتستنى ما يبقى فيها هزيمه ولا يبقى فيه تعادل، بتستنى المباراه الثانيه عشان تقاتل وتقول لا الكبير ما بيخسرش، الكبير واللي عنده شخصيه اللي بيرجع بسرعه. ده رسالتنا للجهاز الفني واللاعبين. كمان مش عايز ابقى بعيد وافتح كلام الكل اتكلم فيه، دايما بنحاول يبقى فيه اختلاف عن الجميع، لكن بتضايق جدا من حاجه لازم اتكلم فيها في البدايه. كل حاجه بيحصل مشكله قد كده تلاقي حاجتين في منتهى الصعوبه. اول بعض لما بيجي يشتكي يقول لك اناشد رئيس الجمهوريه، ما هو مش المنوط بكل مشكله تناشد رئيس الجمهوريه. حصلت مشكله في الرياضه حضرتك ناشد وزير الشباب والرياضه. حضرتك حصل مشكله في اي حاجه، امال في ناس وزراء موجودين ليه؟ عشان كل شويه
نناشد رئيس ونستدعي رئيس الجمهورية في مشاكل بسيطة. النقطة الثانية اللي بتضايقني وبتضايق ناس كتير محترمة ملهاش مصالح، لما يحصل مشكلة في ملعب خلينا نتفق ان المستطيل الاخضر في حكم وفي جماهير وفي جهازين وفي اللعيبة المدير الفني بيحط تشكيلته، فيجي ناس تطلع علينا يقول لك يا جماعة هبت الدولة، ما تضحكوش على الناس، حطوا الامور في وضعها الطبيعي، كفاية تشتغلوا على فكرة مصلحتي هنا فبين الفلان الفلاني هو احسن واحد في الدنيا وفلان الفلاني اخد القرار المناسب في الوقت المناسب، واحنا ما بنسمحش بالمش عارف ايه اهانة المصريين، فمن هنا يجي يقول لك هبت الدولة. مال هبت الدولة بمستطيل اخضر؟ مال هبت الدولة اللي حكم يبقى فيه قرار خاطئ فتقول لي هبت الدولة حصل تعدي على الحكم؟ مال هبت الدولة بماتش كرة قدم؟ مال هبت الدولة ببطولة ولا ماتش ودي؟ ابعدوا الدولة لأن مصر دولة كبيرة، ولا حد يقدر يضغط علينا بفكرة مباراة كرة قدم فيجي يقول لك هبت الدولة. يا جماعة بصوا المصريين بيحصل فيهم ايه، لكن هنا القانون وفكرة اللي الناس زعلانة والجماهير زعلانة. وقبل ما اتكلم في الموضوع ده هرجع تاني، ولا تكلمونا عن هيبة الدولة في مباراة كرة قدم، ولا تكلمنا على فكرة استدعاء سيادة رئيس الجمهورية في بعض الأمور، لأن مش دور رئيس الجمهورية اللي تدخل في مباراة. فمن هنا هتكلم على فكرة الجماهير، وأنا بتكلم عن جماهير نادية ماليش دعوة بحاجة تانية. جماهير نادية في منها في الحبس لأنه بيطبق عليها القانون، وإحنا بنقولنا بنحترم القضاء ونحترم كل السلطات المنوط بيها يبقى فيها العدل ويبقى فيها كلمة الحق تعلو. ولما نتكلم على القضاء يبقى بنتكلم على الاحترام، زي ما بنحترم مؤسسة القضاء بنحترم باقي المؤسسات. فمن هنا في جماهير النادي الأهلي، أنت النهاردة الجماهير دي خرجت، خرجت إزاي أنا ماليش دعوة. فأنا كمان جماهيري خرج منها جزء ناقص منها جزء، فكمان أنا عايزها تخرج، لأن هي لما نيجي نتكلم في الكواليس مع احترامي للقضاء، لا الناس دي اتقالت للأسر بالحرف 10 دقايق وهيرجعوا. النهاردة بنتكلم أكتر من 6 شهور، ومن حقنا اللي ندافع عن جمهورنا، لأن دور الإعلام كده، لما يبقى جماهيرك ليها حق تتكلم فيه، لما يبقى فيه غلط أقول لا طبق عليها القانون، طبق عليها القانون واللي يغلط يتحاسب عشان نبقى دولة قوية. لكن ما بقاش فيه ناس، وهتسمع بقى مشكلتنا اللي احنا بنتكلم كتير، ومشكلتنا كل واحد مفكر اللي عنده فيسبوك هو صاحب رأي وصاحب قرار، ومشكلتنا أنا آسف اللي هقوله، في بعض الجهلاء عايزين يفرضوا الآراء علينا، بعض الجهلاء عايزين يفرضوا آرائهم علينا، وبيفكر لما 5 6 بيمشوا وراه فهو كده الراجل اللي هو بقى مؤثر، ويجي يقول لك ما تعرفش الفيسبوك عندي بيعمل ايه. لا يا فندم، لا يا فندم، حضرتك تقول رأيك، لو هو فيه جهل وفي تعصب وما فيهوش منطق استنى على جنب شويه، لان انت غير مؤثر بالمره، غير مؤثر بالمره. انا اعني ناس كتير اكيد، واعني للبعض عايز فتنه، واعني للبعض بيشتغل ضد نادي ضد الوقت طول الوقت، وبيشتغل على فكره ازاي تعمل فتنه، وازاي لما النادي بتاعك ياخد قرار، وازاي لما المسؤول ياخد قرار تشتغل ضد على طول، كده بقيت انت الفهلاوي، وكده بقيت انت الجامد، وكده بقيت اللي انت الناس بتمشي وراك، وبتجبر الناس كلها على رايك مع ان رايك خاطئ وكله جهل وكله تعصب. فمن هنا بنقول لحضراتكم اسمعوا المحترمين، اسمعوا الناس اللي بتقول كلمه الحق والعدل، كلمه الحق والعدل اللي ما بنشوفش الجهلاء دولت بيكتبوا على جمهورهم كلمه ويستدعوا الجماهير وقت ما هم عاوزين. لكن ده الخط بتاعنا ودي قضيتنا طول الوقت، قضيتنا في ناس اتقال الاسر بتاعتها 2 ساعة وهيبقوا عندكم، لا بقوا 6 شهور. فالاولى بقى نطلع جمهورنا، لان العبد لله وغيري من المصريين لما بيسافروا بيطبق علينا القانون بره، لما بنغلط غلط قد كده. وحصل معايا موقف شخصيا في المانيا مش هحكيه،
ولكن حصل والناس كانت مصممة تاخد إجراء لغاية لما تدفع الغرامة، إما هيبقى في إجراء فدفعنا الغرامة. فمن هنا المصري بيجي كرامته، لما أي حد يغلط من خارج الدولة يطبق عليه القانون زي المصري بالظبط. هي دي الفكرة، زي ما احنا بنسافر بره وبنلتزم بالقوانين وبنلتزم باللي الدولة بره بتقول عليه، أي دولة أيا كانت، فاحنا كمان اللي يجي هنا يطبق عليه القانون. وهي دي شيبة الدولة، هي دي بقى اللي بيطبق فيها الوزير المنوط بيه، الاتحاد الكورة المنوط بيه. لكن استدعاء بقى هيبة الدولة ورئيس الجمهورية ده كلام غير مقبول بالمرة. هناقش مع حضراتكم دلوقتي الموضوع اللي اتكلمنا فيه الأسبوع اللي فات ومرة تانية وتالتة ومليون، نعبر عن سياسة النادي الأهلي. قناة النادي الأهلي قناة فئوية بتخاف على ناديها وعلى أولادها وعلى رموزها، أيا كان مين الاسم وأيا كان مين اللي بيقود. فمن هنا اتكلمنا قبل كده في بعض الناس بتحاول في الإعلام اللي هي تاخد اتجاه واحد، واتكلمنا عن الحيادية، والحيادية مش موجودة بالمرة، واخدة اتجاه كل يوم ماشية خطوة بخطوة. زي بالمعنى الأدق، كل ما تاخد قرار يعمل لك رأي عام ويعمل لك تليفونات ويعمل لك ويعمل لك أمور كتير جدا ملهاش أي أساس من الصح، لغاية لما تبني رأي عام في البداية اللي الناس دي ما تشتغلش، اللي الناس دي ما فيش خبرات، وهكذا وهكذا وهكذا، وتحاول تصدر لناس كتير اللي ما فيش شغل على أرض الواقع، وده غير حقيقة بالمرة. ويا جماعة فكرة الظلم بيبقى على المستوى الشخصي كل واحد، بلاش ابعد عن النادي الاهلي شويه واللي بيحصل من بعض الاعلاميين، هروح على المستوى الشخصي ليا وليك. ليا وليك. لما انت بتتظلم في شغلك بتروح بيتك بتبقى الهم اللي فيك عامل ازاي؟ لما بتتظلم في من صاحب محل، وانا دايما بخاطب الناس البسيطه، ما بخاطبش اللي هو عايز فزلكه وعايز يفكر نفسه ورايه ويمشي على الجميع، انا بخاطب الناس البسيطه المحترمه. وبخاطب كل المحترمين اللي بيسمعونا اللي عايزين كلمة الحق. هو مثلا، هو انا ما بغلطش، انت ليه بتشوف اللي الملاك بيغلط؟ كل الناس بتغلط، كل الناس، كلنا بنغلط، لكن في ناس ما بتشوفش اللي حد بيغلط خالص وبتتصيد الاخطاء للبعض. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. من هنا الظلم وحش، ولما تاخد اتجاه الكلام ده مش مظبوط، ولما تاخد اتجاه يوم واتنين وتلاتة برضو مش مظبوط. هدخل في الموضوع اكتر مع حضراتكم. محدش ينصب نفسه ملك اكتر من الملوك، لكن من حقي هنا في القناة الفئوية اللي تمثل النادي الاهلي التزم بمبادئه واخلاقياته، والتزم بالدفاع عنه في الحق، والتزم بالحفاظ من اكبر واحد لاصغر واحد. بالمناسبه مش انا اللي بعمل كده، كل اللي اشتغلوا في القناه عملوا كده، بس ما قلتوش عليهم بيطبلوا، قلتوا عليهم الاخلاقيات دي، الناس المحترمه دي، الناس اللي هي بتمثل النادي الاهلي. فعايزين النهارده، عشان الكلام مش على مزاجكم، عايزين الكلام يتغير ونشوف الظلم قدام عينينا ونسكت، عشان أهواءكم الشخصية وعشان مصلحتكم الشخصية. لكن لما ترجعوا في الكواليس مصلحتنا إيه غير نشوف نادينا في أفضل حال؟ مصلحتنا إيه غير اللي احنا نشوف اللي محدش يفرض حاجة عن النادي الأهلي؟ مصلحتنا إيه اللي النادي الأهلي يقاتل على الحق بتاعه ونقف في ظهره كإعلام أهلاوي؟ ولا بنروح شمال ولا بنروح يمين، ولا لينا لحد يحط ورانا اعلان ويجبرنا يقول ايه، ولا لينا لحد يحط اعلان ورانا ويقول لنا شمال ويمين، ولا لينا اخد نسبه من الاعلانات، ولا بنعمل الكلام ده كله. فمن هنا قلت لكم الاسبوع اللي فات، كل اسمعوا الكلام اللي احنا هنقوله، وما بحبش فكرة اللي اعرض فيديو انا قلت ايه، بس اكيد اللي متابعينا واللي بيحترمونا
وبنحترمهم. قلنا لحضراتكم في احد الاعلاميين بيطلع وبيقول ان مجلس إدارة النادي الأهلي بيحط مادة أو بند اللي يقصي بيه أيا كان من الاسم. فإحنا طلعنا هنا وقلنا اللي أقسم على الهوى الكلام ده مش صح ومش هيحصل. استنوا 3-4 أيام لغاية لما نشوف اللجنة المحترمة اللي شكلها مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ رجاء عطية، مستشار عبد المجيد محمود، الدكتور علاء مشرف، وثلاثة قامات محترمة وثلاثة شخصيات محترمة من أبناء النادي الأهلي، وأكيد لو شافوا حاجة غلط مش هيقبلوا بالكلام ده. واستنوا لما يبقى في أكيد، لما أنت النهاردة عايز تعرض لائحة على مجلس على الجمعية العمومية المحترمة بتاعتك هيبان كل حاجة ونشوف بقى آراء الناس كلها عاملة إزاي، بس نستنى. فطلع علينا إعلامي أقسم بالله وقال والله العظيم ده اسمعوني ما تسمعوش كلام حد، قال 1 2 3 4 اللي فيه بند فيه كذا كذا كذا. طلعنا احنا هنا وقلنا لحضراتكم الشغلانة دي مش هنشتغلها تاني لو لقيتوا الكلام ده قبل مؤتمر اي حد داخل النادي الاهلي سواء كبير او صغير. وقلنا لحضراتكم هتشوفوا احنا امناء كبرنامج على نادينا وجماهيره واعضاء جمعيته العموميه وبنطلع نقول لكم الحقيقه ولا بنكذب، وقلنا لكم هتشوفوا اللي ما فيش الكلام ده خالص. والحمد لله على عهدنا وعلى احترامنا للجميع اللي مش هتلاقوا الكلام ده. وبالفعل طلع بالونه وناس ليها مصالح، وبالونه عشان استقطب بتوع السوشيال ميديا اللي كل واحد عامل لي فيها اللي انت لما تعمل كده هيبقى في ظهير وراك لما تقول انا مع فلان او فلان او علان. وفي بعض الناس اللي ليها غرض ومرض اكيد بتستقطبهم يبقى معاك، لكن انت ما تعرفش اللي الحق هو اللي بيعلو. واحترام اي حد بيدير لاعضاء جمعيته العموميه والجماهيره هو ده صوت الحق. فنروح نشوف مع بعض وبالراحه ومن غير تنشنه ومن غير ما نتشنك ومن غير ما نعمل مداخلات مضروبه ومن غير ما نحط اعلانات في ظهرنا، ومش هوضح اكتر من كده، وكل حاجه ليها وقتها. وكواليس الموضوع ده بالذات الحمد لله رب العالمين في كده ربنا بيرزق من عنده. لما الواحد يشتغل بضمير وباحترام وبيحترم الناس تلاقي ربك بيرزق. لما تحب تجيب معلومه بتجيبها بكواليسها بالكلام اللي حصل فيها، لكن كل حاجة ليها وقتها. تعالوا نشوف الكلام اللي اتقال والفرق ما بين الكلام والتوقيت كل حاجة مع حضراتكم عشان تعرفوا احنا أمناء على النادي الأهلي وملناش مصلحة مع حد ولا ضد حد ولا في يوم هنعمل كده، وتشوفوا الكلام اللي اتقال هو صح ولا غلط. تعالوا نروح نشوف قبل ما مجلس الإدارة يحط لائحته مع الناس المحترمة اللي أنا ذكرت اسمها من شوية اتقال ايه قبل ما النادي الاهلي يقول اي حاجة والناس استعجلت عشان بتشتغل ضده وخلاص. لكن نروح نشوف اتقال ايه وتحقق الكلام دوت ولا لا على ارض الواقع ولا لا. اتفضل. انا بقول لكم معلومة مؤكدة يا جماعة، اوعوا تسمعوا كلام غيري خالص في الامر ده في الشأن ده يعني. فكل الحدوتة دي يا جماعة بقى بوضوح بقى المرة دي من غير لف ولا دوران اهو، كل الحدوتة دي عشان يتحط البند بتاع 4 سنوات ميلادية عشان يتم منع الكابتن محمود الخطيب من الترشح. اسمعوا بقى السين ولا صاد ولا عين ولا لام ولا المستشار ولا الدكتور ولا خبير اللوائح ولا والله العظيم اللي بقوله لكم ده هو الحقيقة. الكلام واضح. بعد الكلام دوت المهندس محمود طاهر او مجلس إدارة النادي الأهلي، لان احنا بنشتغل بروح الجماعة دايما، في المؤتمر اتقال الكلام ان لا اقصاء لاحد، الكلام ده مش موجود. الكلام ده كان قبل مؤتمر النادي الاهلي ب4 ايام. واقسمنا وقلنا والله العظيم اسمعونا ما تسمعوش كلام حد تاني. لا احنا اسفين مش هنسمع اساسا خالص ولا هنتابع خالص طالما كلمه الحق مش بتتقال. ادي واحد.
اتنين والله العظيم ده اللي هيحصل، والله العظيم ده اللي هيحصل، والله العظيم ده اللي هيحصل. انا ما رضيتش، انا بس عرضت الكلام باختصار، الكلام البسيط اللي اتقال وبدون تشنجات ولا بدون عصبيه ولا بدون كلام كتير. الصوره اهي قبل ما النادي الاهلي يقول كلمته، ادي حضراتكم ايه رايكم، ايه رايكم بعد لما النادي الاهلي اللائحه ما فيهاش اقصاء لاحد، ايه راي حضراتكم؟ مش اللي يحلف على الهوى وشغال ضد ناديه وبيتقال الكلام ده كله اللي فيه اقصاء وفيه بند موجود وفيه وفيه، ايه راي حضراتكم؟ مش انا قلت لحضراتكم اللي من اسبوع ما دام حاجه مش متاكد منها استنى شويه، بيبقوا عارفين صفقات وبيبقوا عارفين امور كتير جدا زي موضوع حسام غالي اللي هقوله لكم بعد شويه. نستنى لغايه لما نشوف الدنيا فيها عشان لما نطلع للناس ما يبقاش في حلفانات مش مظبوطه ولا ايه الكلام؟ فطلعنا النهارده بقى قلنا والله العظيم في كذا واحد 2 3 4، طب الكلام ده مش موجود. نعتذر لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، نعتذر لجماهير النادي الاهلي، ونعتذر لكل ما هو اهلاوي بسبب الكلام ده، لان الكلام دوت في الاخر طلع كذب. وطلع امور شخصيه، هفضل اقول تاني. احنا مش مع حد ضد حد، لكن الواضح هنا في اتجاه، قولوا لنا بقى الكواليس فيها ايه؟ ربنا قال لك اتقي الشبهات. ما الكواليس لازم نعرف لحد، اتذكر كان في خناقات وانا اسف ما بحبش استدعي اي نادي تاني ولا اتكلم على نادي تاني، بنتكلم لما حد يتكلم على النادي الاهلي. لكن اتصور اللي اتقال في موضوع نادي الزمالك قبل كده لما كان داخل مرتضى منصور وممدوح عباس، واتقال غلط اللي احنا نصفنا طرف على طرف، والكلام دوت مش هيحصل تاني، واجي عند ناديه اروح اعمل كده تاني. طب ايه الهدف من ان انا انصر حد على حد؟ ايه الاستفاده؟ مش فاهم. اصل احنا مش من النوعيه اللي تستخبى تحت الترابيزه وتعمل نفسها مش واخده بالها من المواضيع. مش هنعمل كده في يوم من الايام. مش هنعمل كده في يوم من الايام. ومش هنعمل كده بنستنى حد يطبطب علينا ولا يقف جنبنا. بنروح اي مكان بكرامتنا وباخلاقياتنا ومحدش يجبرنا نقول ايه وما نقولش ايه. بنروح اي مكان واحنا رافعين راسنا. لكن نقسم بالله على الهوى وبالونه والكل يصدقها والكل ماشي عليها، الحق في اقصاء وفي ناس مش هتبقى موجوده وفي رموز مش هتبقى موجوده، وهو ده خلص الكلام. واقسم بالله العظيم كذا، والله العظيم هتشوفوا الكلام ده، انا بجيب لكم الاخر. طب الكلام طلع كذب، ايه الحل؟ عارفين الحل؟ ايه اللي حصل؟ على فكره الكلام الاولاني دوت ده كان موجود، ومعناها اللي فيه مؤامرات، ومعناها اللي فيه الناس اللي بتحط اللائحه في ترمخه وفي اقصاء ناس، ده معنى الكلام قدام حضراتكم، مش انا اللي بقول ده، الكلام فيه قسم عليه وفي حلفانات عليه. طب ايه رايكم؟ تعالوا نشوف تاني يوم، تاني يوم لما المجلس اداره النادي الاهلي قال لا اقصاء لاحد، وكل الناس اللي عايز يدخل يدخل واللي مش عايز يدخل ما يدخلش، ولا اقصاء لاحد. عارفين تاني يوم اتقال ايه؟ بلاش انا اقول، تعالوا نشوف. وبعدين ارجع مع حضراتكم لانه في نقاط مهمه جدا، نقاط نتفق معاها جدا جدا مع المهندس محمود طاهر، ونقاط قد نختلف معاها برضه في اطار من الحب، يعني مش عايزين تبقى قصه كلها نوع من هنا. وانا ما بحبش اصل كلمه المؤامره، وهناك مؤامره وهناك، مين اللي هتأمر على النادي الاهلي؟ حتى اللي ما بيحبش النادي الاهلي بيسعى وبيفرح انه يعني يبقى عنده حاجه داخل النادي الاهلي، لعيب ولا عضو ولا صديق ولا اي حاجه. يعني من يجرؤ ان يتآمر على النادي الاهلي؟ حد يديني عقله، حد يديني عقله. طب وكاننا الكلام اللي اتقال ده فرق التوقيت ما عداش وقت على فكره. طبعا بعد الكلام الاولاني السوشيال ميديا اقصاء الرمز والقيمه والقامه للكابتن محمود الخطيب، طبعا هيكت الدنيا والدنيا كلها تقوم وما تقعدش، وفي الاخر
كأننا ما قلناش حاجة من أسبوع ونعتمد على فكرة النسيان ونقول إيه؟ لا مؤامرات ومين يشتغل ضدنا؟ الأهلي ومحد لا يجرؤ أحد يشتغل ضد الأهلي ومفيش مخلوق يقدر يشتغل ضد النادي الأهلي. أنا مش فاهم حاجة. والله ما فاهم حاجة. والله ما فاهم حاجة. النادي الأهلي يكلم اللجنة الأولمبية يقول لها مفيش بند في المادة 4، مفيش بند بيقول اللي هي يوم ولا يومين، تروح نطلع نلاقي الحلقة كلها اللجنة الأولمبية وكل اللي مع اللجنة الأولمبية ومش عارف وأي حد مع القرار ده. طب النادي الأهلي يطلع يقول هو ما شاركش في القانون، يروح طالع علينا تاني يوم مداخلة للوزير ومساعدين الوزير وقرايب الوزير وكل الناس، ده اللي بيحصل. في الآخر يقول لك لا مؤامرات، في الشغل ده حدش يقدر على الأهلي. أما ده اللي بيحصل وده اللي احنا شايفينه. النادي الأهلي يقول شمين شمال لازم البرنامج ده يبقى يمين. الأهلي يقول فوق لازم البرنامج ده يبقى تحت. الاهلي النادي الاهلي لو موه عليه وحاول يروح اي حته يفلفص ما فيش كده. فالنادي الاهلي ما عندوش قناه ولا عنده برامج عشان تستخبى وما تشوفش الحقيقه وما تقولهاش وما تشوفش اللعب اللي باين وما يتقالش، وغيره مواقع وغيره ناس عارفين يا جماعه فكره. والله العظيم كل حرف بيطلع لجماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه في امانه شديده، ربنا يحاسبنا على كل جمله بنقولها. ففي خدوا بقى النوعيه دي عندكم اللي بتلاقوها بعد الكلام ده بتظهر تاني يوم. يبقى واحد لابس بدله وحشه قوي وحشه قوي واسع عليه وكمامها مدلدله وجايه لغايه ركبته، يشوفوا الكلام اللي زي ده يروحوا قايلين ايه؟ الله عليك، ايه البدله الجميله الشيك دي؟ وهو عارف اللي بيقول كده اللي هي بدله واسعه ووحشه، وعارفين بينافق بيعمل ايه كمان؟ يروح قايل لك ايه؟ هي منين البدله دي عشان اجيب اتنين، واحده ليا واحده لابني؟ يعني مش بينافق مره، بينافق مره واتنين وتلاته. ما في نوعيات كده بتنام عادي، بيجي لها نوم عادي وهي ما بتعرفش ده مصدر رزقها. خش بقى مواقع، خش بقى، مش هتكلم اكتر من كده لان كل حاجه وليها وقتها، كل حاجه وليها وقتها. واحيانا ايه ده طول الوقت في البعض يبقى بيكره فلان، يبقى عارف اللي فيه اشخاص سيئين يستدعي الاشخاص السيئين عشان المصلحه تمشي. ما هو النفاق لا دين له. فأنا وعدت حضراتكم الأسبوع اللي فات قلت لكم طول ما الدنيا في دنيا وفي حياة حضراتكم هتشوف. إحنا ولا أقسمنا اللي فيه بند إقصاء ولا قلنا، إحنا طلعنا لحضراتكم كبرنامج قلنا جملة واحدة، ننتظر لغاية لما في مؤتمر صحفي وفي ناس محترمة أعدت اللائحة الاسترشادية ولا اللائحة لائحة النادي الأهلي الخاصة، وهنشوف في إقصاء لأحد ولا لا. إيه رأي حضراتكم في اللي أنا عرضته؟ حد يختلف؟ هيختلف المنافق، هيختلف اللي بيطبل بجد، هيختلف اللي مش واقف جنب ناديه، واللي ساكت هقول زي الجماهير. كان في صوت في وقت ما في البلد كان بيتقال جملة كانت بتعجبني أوي، كانت بتدخل قلبي، اللي ساكت ساكت ليه؟ ما احنا قمنا بثورتين عشان تحط راسك تحت المخدة وتستخبى. أصل احنا شباب عندنا كرامة وعزة، ولما تجينا فرصة لازم أمسك فيها بإيدي وسناني واقول للناس لما اديتوا الشباب الفرصه في شباب دم حر، مش لازم يبقى شعر ابيض وعندي 70 سنه عشان تستفيدوا وتقول لك اهل الخبره.
اللي شفناه في حياتنا في عالم كرة القدم يخليك تتعلم ويخليك تسمع. مش لازم ابقى شعر ابيض، ومش لازم ابقى عندي 70 سنة، مش لازم. نستفيد من ناس الخبرة ولازم يبقوا موجودين في حياتنا، ما بنقولش كده. لكن الدولة قعدت سنين طويلة لغاية لما عجزت، لان ما كانش شباب بياخد الفرصة. كان اخر حاجة تفكر فيها الشباب ياخد فرصة. فالنهاردة احنا قاعدين وموجودين بتاريخنا اللي حققناه وبطولاتنا، وفي ظهير جماهير محترمة بالملايين، مش بتوع اللايك والشير والاونطة دي واللي قاعدين ولا اخلاقيات. ده في ناس بشوف كده واتحدى، هتلاقوا ناس معايا في اللي انا ده، في ناس تكتب لحد كل سنة وانت طيب، تلاقي واحد بيتطول عليه ولا عنده اخلاقيات ولا ادب ولا اي حاجة. تلاقي حد يقول لك جمعة مباركة، يقول لك يعني ايه يا عم مباركة؟ مش ده بتشوفوه؟ مش ده بتسمعوه؟ مش في نوعيات كده؟ النوعيات دي امشي وراها؟ دي النوعيات دي لازم ما نشوفهاش خالص، تتقطع رقابيها اساسا. ويبقوا دول في الاخر هم المؤثرين، وهم دول اللي بيستقطبوا الشباب على الفيسبوك. ده في ناس مفكره نفسها، واحد عامل نفسه هيرو، اساسا الكابتن حسن حمدي منعه من دخول النادي بره. طب اسالكم سؤال تاني وهساله لضيفنا الكابتن محمد احمد رئيس اللجنه الاولمبيه، وبيحب نقول له كابتن محمود احمد علي، وبيحب نقول له كابتن، هيبقى معانا وعاشر الكابتن صالح، وده الصديق الصدوق اللي بجد، هنساله لما يدخل معانا. هو الكابتن صالح سليم الله يرحمه لو موجود، هيقبل بالاسترشاديه دي ولا الالزاميه اللي موجوده؟ هيقبل حد يملي على النادي الاهلي حاجه؟ اتحدى. لكن اللي ساكت ساكت ليه؟ اللي ساكت ساكت ليه؟ واللي بيقاوح وشغال ضد ناديه، شغال ضد ناديك ليه؟ بتستفيد ايه؟ ما بنتقيش الشبهات ليه؟ عايزين نعرف. وفي الاخر اللي بنقوله ده كنا بنقوله ايام المجلس السابق، اشتغلنا ايام المجلس السابق، بنقوله النهارده في وجود مجلس جديد موجود، ولو في مجلس بعد بكره تاني هنقوله، لان دي كلمه الحق. دي اسمها قناه النادي الاهلي، تعبر عن حقوق النادي الاهلي وسياسه مجلس اداره الاهلي الحالي والسابق واللي جاي. تشتمونا تضغطونا عشان نمشي على مزاجكم، مش هنعمل كده، مش هنعمل كده، لان الضمير هو اللي بيحكمنا، مش اعلان ورايا هو اللي يحكمني. وكواليسه هنقولها، كواليسه هنقولها. كمان اقول لكم على حاجة، انا قلت لحضراتكم قبل كده لما باجي اتكلم عن قوانين بحب اهل الثقة هي اللي تتكلم، او الخبراء هم اللي يتكلموا، او الناس اللي فاهمة اكتر مننا في اللوائح والقوانين تتكلم. لكن في جملة هقول لحضراتكم، عشان بيقول لك البدة 4 في مش عارف ايه اللائحه الاسترشاديه بتقول كذا. طب عارفين الماده 4 اللي بتدي الحق للجنه الاولمبيه اللي هي يبقى ليها السلطات وهي اللي تتكلم؟ الماده 20 و21 بتقول، بتلغي الكلام ده كله اساسا على مسؤوليتي. واستضيفوا من بعدينا بقى انتوا خبراء وشوفوا كلامي صح ولا غلط. بتدي الحق كله لوزاره الشباب والرياضه، هي اللي تدي الفلوس لمين ونظامها ازاي، بتلغي المادة 4 اساسا. واوعوا تقولوا لي اللي بيحصل دوت مش بعيد. اللي انت النهارده انت عارف بتعمل ايه مع الاهلي كويس، علشان لان الاهلي لما هيمشي الكل هيمشي وراه في الصف، مش هيمشي ورا حد تاني، حتى المستخبي، حتى اللي مسمعين له صوت. وعندنا فكره
جميله قوي في مصر، وانا هتكلم ومسؤول عن كل كلمه هقولها، والظهير اللي ورايا جماهير الاهلي المحترمه الرجاله اللي بيخافوا على ناديهم، والظهير اللي ورايا اعضاء الجمعيه العموميه اللي يعرفوا مصلحه ناديهم قبل مني. في نقطة مهمة جدا في الكواليس البعض شغال عليها دلوقتي، ومش هقول مين. شغالين على فكرة استدعاء رموز الدولة. ومصر وهي بتنمو وشكلها الجديد ما ينفعش يبقى فيه الكلام ده، التهديد بمعنى أكتر. بمعنى أكتر اللي البعض بيحاول، لا الدولة عايزة كده. والدولة بتقول اللي مش عارف ايه، لازم الامور تمشي كده، ومش عارف كله كده. احنا قمنا بثورتين عشان ما يبقاش في تهديد، قمنا بثورتين عشان القرار يبقى نابع مني، قمنا بثورتين عشان كل واحد يشوف شغله، ما قمناش بثورتين عشان التهديد. واللي بيتابعنا كويس فاهم انا بقول ايه. وما اعتقدش ان سياده رئيس الجمهوريه واحنا بنتكلم على دوله محترمه بشكلها الجديد، شايفين الدوله بتنمو وناس بتشتغل وناس بتتعب، وفي البعض لسه مريح شويتين، وفي البعض يستدعي رئيس الجمهوريه في طلبات، اللي جاي وزير، جاي وزير عشان يشتغل، جاي وزير عشان ما يقعدش انا اشيد هنا كبرنامج. أنا ما مش هعرف أعمل كده. مش هعرف أعمل كده. بنقول الحاجة كويسة كويسة، والحاجة الوحشة وحشة، والقرار ده خاطئ قرار خاطئ. ففي ناس على طول ضربة تعظيم سلام. خليك اضرب تعظيم سلام براحتك. فتلاقي الناس بتنتقدك وبتضحك عليك وما بتصدقكش. تعظيم سلام ليل ونهار. ففكرة استدعاء في دولة جديدة بتنمو بشكل جديد بشكل مختلف بتدعم شبابها، بلاش الاستقواء بمؤسسات وبرموز كبيرة في البلد، لان ده برضو الاهلي وراء جماهيره وراء جمعيته العمومية. والاهلي ما استدعاش جماهيره ولا استدعى جمعيته العمومية. الاهلي بيقول لك انا بدافع عن حق جمعيتي العمومية، خصوصا لما النادي الاهلي عمل على يومين البرنامج إيائي داخل، ازايهم ازاي يومين، هو نفس الكلام. خلاص عرفنا رد الفعل ايه، عرفنا رد الفعل ايه، هذه الحقيقه. عرفنا ان خلاص الهدف والتارجت ايه، مفيش بند واضح بيقول اللي يومين لا او يومين. بمستشارين النادي الاهلي، باستشارة الناس، بأي حد قانوني يجي يقول لك مفيش جملة صريحة تقول يومين. فالنادي الأهلي لما قال يومين ليه؟ هو النادي الأهلي عايز حاجة؟ ما خلاص ما الأمور بقت واضحة واللايحة موجودة بتاعت النادي الأهلي الداخلية. هو الأهلي مجلس الإدارة اشتغل على فكرة إيه؟ عارفين فكرة إيه؟ هي انحياز لأعضاء جمعيته العمومية. تاني، هي انحياز لأعضاء جمعيته العمومية وانتصار لجمعيته العمومية. عشان كده لما بياخد قرار وليه حق فيه بتحدد الدنيا كلها، لأنه عارف اللي فيه أعضاء جمعية عمومية محترمين ما شافوش الكلام ده قبل كده، وبيقاتلوا مع مجلس إدارتهم وبيقفوا سند. فالمجلس الإدارة أخذ القرار لحاجتين، انحياز للجمعية العمومية وانتصار لجمعيته العمومية. حتى كمان مرة تانية الأستاذ رجاء عطية، البعض حاول يعبث بكلامه. أنا لما كنتش حابب إن أنا أطلع الكلام دوت، بس هقرأ لحضراتكم الأستاذ رجاء عطية في المرة الأولى قال إيه بعد الكلام اللي سمعه في الكلام اللي عرضناه من شوية. اسمعوا أيها الجهلاء، اسمعوا يلي التعصب مليكو، اسمعوا يلي ما بتحبوش تسمعوا الكلام ده وتسمعوا الحقيقة، اسمعوا أيها المنافقون.
اسمعوا ايها بتوع المصالح الشخصيه اللي بيشخصنوا الامور. واحد بقى يتوعد بمركز اعلامي، التاني مش عارف ايه، مجله، التالت انا بتكلم بمنتهى الصراحه، قلت لكم مش هتسمعوا كلام بيتقال غير هنا. انا مش بتاع بقى اقف على في النص كده مش عارف ايه، ما فيش الكلام ده اللي هنشوفه هنقوله. فالاستاذ رجاء عطيه قال ايه؟ سألني ان بعض المعالجات الاعلاميه تجاوزت معاني بياني واخطاء تأويل بعضه لتشن هجوما غير منصف على مجلس اداره النادي الاهلي، وقد سأني ذلك كثيرا، والانصاف يقتضيني ان اسجل ان المهندس محمود طاهر رئيس المجلس والسيد عماد وحيد تعاملا معي باحترام وادب وتقدير بالغ، واشهد انهما محبان حقيقيان للنادي الاهلي، ولم تصدر عن اي منهما الصوره البغيضه التي صورها بعض القنوات الاعلاميه، واؤكد انني احمل لهما كل محبه وتقدير. رجاء عطيه، الكلام ليك على فكره، انت عارف انا مش هتكلم، الكلام ده ليك عشان محدش يضحك عليك ويقول لك ايه ده، الحق يا استاذ رجاء عطيه زي ما انت حاولت تصور للمجلس، الكلام ده للمجلس. فالراجل من احترامه الشديد اللي ما شافش اي حاجه غلط وطلعت اللائحه زي ما هي، فوجه لك انت الكلام، قال لك الـ 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 القنوات الاعلاميه او القنوات الـ 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 الاعلاميه زي ما بقول لحضراتكم، الكلام ده بيوجه لها وما فيش حد غير البرنامج ده هو اللي اتكلم. احنا مش بتوع لف ودوران وودنك منين يا جوحه، عايز اقول لك من هنا فاقعد اتخابس والف منين، لا على طول اهو في صراحه اكتر من كده اللي عرضناه من شويه. استاذ رجاء عطيه وجه لك الكلام اهو في الوش بقى، اطلع بقى اعمل مداخلات واشتم الراجل. الراجل نزل حاجه كمان النهارده عشان شو بعد اللائحه ما طلعت نزل بيان تاني وكلنا بنثق فيه وشخصيه محترمه، واعتقد اللي مجلس اداره النادي الاهلي السابق المحترم اللي جاب بطولات للنادي الاهلي وحقق انجازات للنادي الاهلي كان جاب الاستاذ رجاء عطيه في الدفاع عن جماهير النادي الاهلي ال 74. العبد الله شاهد على كل حاجه وما بينساش بعض الامور، يعني مصدر ثقه للناس كلها جوه النادي الاهلي. الراجل قال ايه بعد اللائحه؟ أشهد أن اللائحة التي أعلنها مجلس إدارة النادي الأهلي لتعرض بالجمعية العمومية بدلا من الاسترشادية هي نفسها اللائحة التي أعددتها وتحقق مصلحة النادي الأهلي. أما الدعوة فهي إلى الزملاء والزميلات أعضاء النادي، أرجوهم جميعا حضور الجمعية العمومية لتحقيق النصاب وللموافقة على اللائحة المعروضة، وحتى لا تطبق الاسترشادية تلقائيا وتفوت مصلحة النادي وأعضائه في إقرار لائحته المتفق مع مصلحة النادي وتراعي تحقيق ما تصبو إليه. هذه شهادة ودعوة، وأمل ورجاء النادي الأهلي يناديكم وينتظركم. يلا عملوا مداخلات اشتموا الراجل. يلا بتوع المصلحة فين؟ وكل واحد اتوعد بحاجة فين؟ لكن الأهلي أهم، الاهلي اهم. مش عايزين تعملوه على يومين ليه؟ لو في بند واضح بيقول ما ينفعش كنا قلنا ما ينفعش، كنا قاتلنا معاكم صدقونا. ايه السر؟ هتجنن من فكره، بس قبل ما اتكلم من فكره تضارب المصالح اللي انا بصراحه لازم الدوله كلها تسمع، لازم الدوله مش الانديه فقط، لان الكلام دوت هتلاقوه موجود في السياحه واقتصاد وكل حاجه للامانه، ولازم كل مسؤول يسمعني. من فكره تضارب المصالح ده حتى دستوريا غلط. نروح نشوف حتى اللي انا جبت حاجه بسيطه كده، يعني تابعت بعض الناس فشفت سواء ناس في مجلس الشعب او سواء في الشباب والرياضه او سواء أنا مش عارف أقول. نروح نشوف الفيديو دوت ونشوف الناس اللي هي المفروض المنوط بيها تقول لنا يوم ولا يومين، شوفوا قالوا إيه. اللي أنتوا المفروض معترضين إن يبقى الجمعية العمومية تبقى على يومين، صح؟ تمام ولا مش تمام؟ ولا أنت عندك ما عندكش مشكلة؟ لا لا مش أنا ما عنديش أي مشكلة. يبقى على يومين. لا يومين ثلاثة. نظر إحنا إزاي هنجمع هذا العدد في يوم واحد؟ في كذا اقتراح
قلنا ان زي ما حتى مجلس النواب وحتى رئاسه الجمهوريه لما يتم الانتخابات كانت بتتم على يومين، فانا مش شايف ان هناك مانع ولا يوجد في اللائحه الاستشاريه ما يمنع ان يتم الانتخابات على التصويت على في الجمعيه العموميه على اكثر من يوم، ممكن في اكثر من فرع، فده زي برضه حل من الحلول. في الاخر هنا انت بتتكلم عن تعزم، عايز تعظم اراده مين؟ اراده الجمعيه العموميه. يعني لو الاهلي عرض على الجمعيه العموميه في الانعقاد ان انتوا يا جماعه بعد كده احنا عايزين نعمل الجمعيه العموميه مش على يومين على اسبوع، اعملها يا سيدي على اسبوع، قرار جمعيه عموميه. ادي الناس المنوط بيها مجلس الشعب، استاذ محمود حسين، استاذ محمد سويلم، دكتور صلاح حسب الله. الناس قالت لك مفيش حاجه تمنع اليومين، ايه المانع؟ ده قال لك ده في ناس قالت لك ممكن اسبوع كمان. هو عند هو ما حد يفهمنا ما خلاص التورتايه اتوزعت، يعني بعت النادي الاهلي اساسا. على فكره دايما كده، حتى ارجعوا ايام الكابتن حسن حمدي لما قال لك لجنه الكوره والكل كانت ايده مرتعشه من احد رؤساء الانديه وكانوا بيستخبوا تحت الترابيزات، حصل تآمر برضو على النادي الاهلي، فكابتن حسن حمدي حسر حسابهم ومشي عشان لجنه الانديه، وفي الاخر الاهلي بينتصر، تلاقي عقد الرعايه مختلف تماما عن اي حد، انت تاخد جنيه انا 20 لان انا بعيد عنك، لان انا بقود ولا اقاد. فالمره دي نفس الموضوع، التورتايه اتوزعت، بنحط البند ده عشان يخدم مش عارف ايه الحته العسكريه، نحط البند دوت عشان اللجنه الاولمبيه مالها في الميثاق الاولمبي بالانديه اساسا. اللائحه الاسترشاديه اسمها استرشاديه، تعبنا من كتر ما بنفهمكم. الدوله بتبني نفسها من عشان تقصوا اراء الناس، الجمعيه العموميه هي المنوط بيها تختار مين، هي المنوط بيها تحط لائحتها. ده انتوا كل ده كنتوا بتقولوه على مدار سنين. طب تعالوا بقى لتضارب المصالح. رسالتي لكل الدولة، مش انتوا بتستقوا وبتهددوا الناس في الكواليس؟ الأهلي ما بيقبلش تهديد. الأهلي ما بيقبلش تهديد قولا واحدا في الكواليس كده. أنا بقى إيه؟ تعالى بقى أنا بكلم الدولة أهو على الهوا. رسالتي لكل المسؤولين في الدولة ومؤسساتها. رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور هشام حاطر. رئيس لجنة التسوية والتحكيم الرياضي، يعني أنا بتنازع معاك، في مشكلة معاك، في مشكلة معاك، تروح للأستاذ هشام حاطر. تروح حضرتك عايز في الفروسية في مشكلة، هو رئيس الاتحاد الفروسية الأستاذ هشام حطب، يروح للأستاذ هشام حطب بتاع اللجنة الأولمبية يشتكي، يروحوا الاثنين الأستاذ هشام حطب. بجد والله أنا مش بضحك، على فكرة اللي بقوله ده حقيقة، بس المنافقين ما يقدروش يقولوا كده، محروس بتاع الوزير ما يقدرش يقول كده. فاسمعوا بقى الكلمتين دول، أستاذ هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بيروح للأستاذ هشام حطب بتاع الاتحاد الفروسية لما يتخانقوا مع بعض، بيروح للأستاذ هشام حطب رئيس لجنة التحكيم والتسوية والمنازعات والكلام ده. مش ده تضارب مصالح يا ناس؟ في كده الدولة بتشتغل وبتتعب مش عشان كده؟ طب عايزين كلام تاني؟ طيب رئيس نادي سموحة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، مجلس الشعب بيحطوا قانون الرياضة. على فكرة أنا مش من نوعية مساء الفل وصباح الفل، والجميل بقى اللي نادي سموحة عامل لائحة خاصة وقال لك ازاي نتعلم من ناس بره، ده في مصانع كبيره وشركات كبيره اللي بيقودها سبعه، ايه العدد الكبير ده؟ والاهلي الكبير بتدعيه عن استحياء بمكالمه تليفون.
عايزيننا نصدق ازاي اللي مفيش حاجه؟ في حاجه غلط والله، في حاجه غلط. وايه بقى دلوقتي النغمه الجديده عشان اتكلم كلمه حق اكتر يا جماعه؟ ده النادي الاولمبي جاب في اسكندريه 5000، النادي الاهلي مش عارف يجيب 12.5. ما هو النادي الاولمبي مع احترامي شديد ليه، ونادي محترم جدا، ونادي تربطنا بيه علاقه محترمه جدا مع كل رؤسائه. لكن نبعد بقى النادي الاولمبي على جنب، النادي الاهلي عنده 3 فروع. النادي الاهلي عنده 3 فروع. النادي الاهلي عايز ييسر على اعضائه، عايز ينحاز لجامعته العموميه، عايز ينتصر لجامعته العموميه. تلاقي البرنامج اياه دخل لك اعضاء مجلس الشعب، اشتم، ادي، اصلخ. ومطلوب مننا اوعى تتكلم عشان ما تتحاسبش على فلان ولا لا، نتحاسب. ده شرف، ده شرف ما بعده شرف. نتحاسب على النادي الاهلي ومجلسه واعضائه وجماهيره، ده شرف. لكن احسن مكذب، احسن منافق. فالنادي الاهلي بيدافع عن حق، بيدافعش عن باطل. النادي الاهلي بيدافع عن حق، ما بيدافعش عن باطل. واللي هيشتغل بقى بالنظام ده كل يوم عندنا مش هنزهق. نتهاجم، تعملوا مداخلات مضروبه، بنعرف نرد كويس جدا جدا باخلاقياتنا. واوعى اسمع الكلمتين اللي الكل حافظهم، تراشق احنا ولا تراشق ولا تراشقنا مع حد، ولا لان احنا كنا بنكره ده واحنا بنلعب. لكن بنعرض لحضراتكم الامور بتمشي ازاي، ونعتمد على فكره النسيان. وانسى يا عم، وانسى يا عم، وانسى يا عم. فهنا رسالتي كمان بقى للدوله، كفايه بقى تضارب مصالح وكل شخص يمسك 600 حاجه. على الاقل العداله الاجتماعيه مش هتبقى موجوده. مش الثوره قامت حريه وعداله اجتماعيه؟ بغبغانات بس بنكرر وخلاص. لما انا واحد يمسك 3 4 حاجات وتلاقيه طالع لك من الحنفيه، ما هو حرم 4 تانيين اللي هم يشتغلوا 4 شغلانات، لكن لو اخد حاجه واحده هيبقى في 3 تانيين. وهو حد يقول لي عمل تطوعي؟ اوعى تصدقوا الكلام ده. لما هو تطوعي يبقى الناس بتقاتل على الكراسي ليه؟ لما هو تطوعي، ولما هو تطوعي بتعملوا لائحه استرشاديه تورتايه بتتوزع على الناس كلها ليه؟ ولما هو تطوعي كل شويه تستدعي لي اللجنه الاولمبيه اللي هي الميثاق الاولمبي اساسا المنوط باللجنه الاولمبيه المصريه للاتحادات، مالهاش علاقه بالانديه، وما ينفعش تبقى واصي على اعضاء الجمعيه العموميه. تروح بتستدعي اللجنه الاولمبيه عشان مش عارف، كاننا هنقول يا ماما خاف استخبى. فاتكلمنا معاكم بصراحه وهنفضل نتكلم بصراحه. اتكلمنا معاكم بصراحه وهنفضل نتكلم بصراحه. ما بنخافش من حد. واللي هيشتغل ضد النادي الاهلي هنقول، بس المره الجايه هنقول الكواليس اللي بتحصل فيها ايه، والاجتماعات بيحصل ايه، وكل حاجه هنقولها بصراحه. يا اخي مش بتثقوا في اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ ما تسيبوها تختار، ما تسيبوها. هو لازم تملى عليها؟ هو لازم تعمل فهلاوي؟ هو لازم تبقى ما تدعم الحق يا اخي؟ انت وهو وهو وهو. ما كله بايد واحدة، لازم تعملوا فتنة ما بين ولاد النادي. يا أخي إيه المصالح اللي مش هنخلص منها دي؟ كفاية بقى الكروش دلدلت. دلدلت. دلدلت يا راجل، ده سم جوه الجسم، تحس اللي في ناس سرطان جوه الجسم. أنا ما عنديش ولا رقم 1 ولا رقم 2 ولا رقم 100. ولا رقم 1 ولا رقم 2 ولا رقم 100. أنا عندي الضمير، والناس اللي تحكم هي اللي تقول دي حلوة والنهاردة دي وحشة ودي كويسة. فوجهنا رسائل كتير النهاردة، وأتمنى وأتمنى من كل واحد سامعنا وبيتفرج علينا، زي ما بتثقوا فينا كملوا ثقة فينا. ما تخافوش، احنا ما بنخافش، واحنا صوتكم في كل حاجة. واللي احنا هنقوله أكتر هنعرض لحضراتكم اللي بيتقال، وانتوا الحكم، انتوا الحكم. احنا بنعرض، استاذ ما عرضنا النهارده كلام اتقال ايه قبل ولما المجلس عمل مؤتمر
ومفيش فيه الكلام. شفته بعد اتقال لي لا مؤامرات والاهلي زي الفل والهدوء وبالراحه، وقبلها ما كانش فيه الكلام ده. تضارب المصالح والاستقواء بالدوله، فالكلام ده كله فاهمينه اللي بيحصل في الكواليس. ف الاهلي هيقاتل على حقه، وسبب اللي قال قرار يومين تاني هو انتصار لجمعيته العموميه وانحياز لجمعيته العموميه. كل مره قلت لكم كل حلقه تقولوا دعايه وتقولوا اي حاجه، يا اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي روح انصر النادي الاهلي، ما تنصرش اشخاص، روح قول كلمتك. اللي بيصيف يجي، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، لو انا انزل لكل واحد في بيته اروح انزله وارجعه، اعمل كده نصره للنادي الاهلي واشارك في اللي انا ارفع اسم النادي الاهلي، اقسم بالله اعمل كده، اقسم بالله تاني اعمل كده، عشان ما حدش يتدخل جوه النادي الاهلي ويفرض الوصايه عليه. شارك يا اعضاء الجمعيه العموميه، روحوا شاركوا، روحوا خليكم موجودين، روح 30-40 ألف، وقول لا للوصاية، لا لفرض الوصاية، لا للائحة الإلزامية. روح وانصر وانحاز زي ما الدنيا كلها بتنحاز لناديك، روح انحاز لناديك، روح. ده مهم جدا جدا جدا، ومن أهمية اللي بقوله طول الوقت بخاطب الجمعية العمومية للنادي الأهلي. اوعى تسمعوا كلام حد، هتلاقوا كل ما الوقت يقرب اللجان الإلكترونية على الفيسبوك وتغييب وعي الناس، وتلاقوا رسائل استامبة بغبغانات بتكرر، بغبغانات. اسمعوا كلامي، لأن احنا الأهلي الأهم، ولا بنقول فلان ولا فلان ولا فلان، ولا الأهلي الأهم. روح ارفع راية ناديك ضد المتآمرين والمنافقين وأصحاب المصالح. نروح نشوف فقرة رد الجميل، وبعدها نستقبل الكابتن محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق، نسأله اللي في كل اللي احنا بنناقشه مع حضراتكم، وهو واحد من اللي طوروا الرياضة في مصر، واحد من الشخصيات المحترمة، نسأله ونشوف احنا بنتكلم صح ولا غلط. وبعدها الفقرة الثانية هيبقى معانا كمان واحد من نجوم النادي الأهلي اللي صنعوا تاريخ كبير جوه النادي الأهلي، ومن أكتر اللعيبة اللي شاركت في تاريخ النادي الأهلي في عدد المباريات، وكمان بنتكلم على الأخلاقيات العالية، وبنتكلم على الكابتن أسامة عرابي. نروح الأول فقرتنا الأولى الكابتن محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية، ونرجع على حضرتك. أنا بدأت من سنة 60 النادي الأهلي، وكان بيبقى المدرب مسؤول عن الفرق كلها، مش فرقة واحدة، فرقة بنات وبنين كل. فبدأت طبعا أجمع الشباب، لأن ما فيش أصلا فريق في النادي ثابت وكلام. فبدأت مجموعة لعيبة من الإبراهيمية الثانوية، كانت أقرب مكان للنادي الاهلي، وبجد نسيتش قريبه من النادي، فبقيت اسال على الاهلي واتمرن هناك. كان منهم عمرو الواني، تحسين الهجيني، وتوفيق شهاب، وكمال حمزه. كانت مجموعه من جاردن سيتي، وبعدين بدات بقى الف على المدارس اخدم لعيبه، يعني الموهوبه اللي في صفات اللعيب، زي أحمد عواد الله يرحمه. سنة 66 كانت لبنان عاملة بطولة خاصة بيها في كرة الطايرة، وضعت النادي الأهلي، فأنا سافرت في الفرقة وكسبت الدوري. يمكن الدوري هي اللي بدأت تشد الفرقة كوضع إنها تبدأ تبقى بطل. ف
سالم بعدها على طول 67 68 كشف ومشيت على طول بال 69 و70 ومشي هي مشي. عمرو ألوان ذكي، ذكاؤه يغلب على انصاف اللعيب. بنيجي في لعيب علمه واحد تقف كذا، اثنين تعمل كذا، ثلاثة تعمل كذا. عمرو ألوان لا، الجملة كله الوقفة بتاعة الورد الصحيحة كذا يشوفها ما تخلصها. غير كده كمان عنده مقدرة جسمانية في الحركة عالية قوي. يعني كان عندنا بنلعب حاجة اسمها ستة متقدم وستة متأخر. قال لي يا كابتن طب ما نلعب في النص وهم الاثنين. فطلع لك واحد خليه يخط منطقة ثانية وهو قام بالمنطقتين يلعب فيهم وغطاهم فعلا كما يقول. النادي ده كنت اعتبره بيه شيء لان كانت عندي في الاتزانات دي ما تخسرش ابدا، ما خسرش ولا ماتش يعني. والبنين وكان طلب التدريب عليهم كتير قوي، فبضطر غصب عني اروح الصبح وبعد الظهر. يعني كنت اعمل تدريب الفجر بعد صلاه الفجر، ابقى هناك اخلص اروح للوهميه يعني. جنبي وبعدين ارجع ثاني بعد الظهر ادرب الفرقه الكبيره. انا كنت اعرف مجموعه القدم طبعا عادل هيكل وكان حسين الروبي، كانت مجموعه لان انا الواحد بيسافر كتير، فكانت الناس دي لها او مقابلات حتى يعني بنسافر نشوف او اي حاجه. باقي الالعاب كان كلنا كعيله واحده، ما فيش يعني بتوع كره اليد كلهم بالواحد عرفهم عرفوني كره السله وهكذا. انا اقول لك كان اجمل حاجه كنت مرشح للسفر بره اخد دراسه بس، وبعدين انا داخل من باب النادي ولقيت الفريق مفاجئ جه وحط ايده على ايده ومشي معايا. قال لي يعني انت من ابناء النادي المخلصين و و و وطلع اداني 150 جنيه قال لي بتساعدك في السفر. الموقف ده نفسي خلاني انا مش النادي الاهلي عندي حاجه، انا بقى من الناس الموافقين عائليا. يعني انا ما كنتش من الناس مثلا اللي يسهروا ولا النادي الاهلي كان او كما تعلموا فيه حاجات كثيرة يعني تقدر تخرج الواحد عن يسهر أو يعمل. ما كانش عندي هذا المبدأ غير البريف في النادي، وكان النادي فيه ميزة بيسهل لك عمليات كثيرة بره في حياتك. يعني ابني أنا باخد سنوات عامة عاوز أوديه أي كلية أنا عاوزها أوديه كلية، لأن النادي فيها ناس يعني على مستوى ومجرد ما بكلمه بقول لك خلاص روح ده. فده ساعدني على استقرار العيله من غير تفكير. فدخلت وبين الاثنين فعلا في الفنيه العسكريه في القوات الجويه. بقول لهم الدراسه والرياضه، بس الدراسه تسبق الرياضه. يعني انا عندي اثنين عمر وكريم، الاثنين نظام مطلع نفسي. كانوا لعيبة كرة طايرة ممتازين، والاثنين دخلوا كلية هندسة مع بعض في وقت واحد في التقدم دايما. والنادي الأهلي ده قلعة كبيرة لا تسبب من أي حاجة ولا حاجة تأثر فيها، ده نادي من أقدم الأقدم يعني. وربنا يوفق جميع العاملين في النادي الأهلي والمنتدبين بالنادي الأهلي في طريقهم الصحيح اللي هو ماشي. والحمد لله انا عاوز منهم والله عاوز كل خير لهم. اما انا فعندي قناعه شخصيه في كل حاجه الحمد لله. عاوز كل يعني سلامي ليك وليهم وكل واحد ينتمي لله الان واكثر من اللي انا بشوفه من افراد او من نفس اللي الاهلي. ما فيش احسن من كده، لاني ما زلت برضه لو عاوز اي حاجه في اي حته باسم النادي الاهلي الحمد لله مش انت كده.
واصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر موقفه الرافض للاستسلام لوصايا اللجنة الأولمبية المصرية التي أصدرت لائحة استرشادية تابعة لقانون الرياضة الجديد تجبر الأندية على العمل بها بداية من الانتخابات المقبلة والمزمع إقامتها أواخر العام الجاري. وأصر على إصدار لائحة خاصة به كونه لا يقبل الوصاية من أحد، لا سيما أنه يمتلك لائحة منذ عام 1907، أي قبل إنشاء اللجنة الأولمبية المصرية نفسها بثلاثة أعوام. ولقد شكل المجلس لجنة تضم خبرات قانونية ورياضية، على رأسها المحامي القدير وأحد أبناء الأهلي الكبار المستشار رجاء عطية، وعضوية كل من المستشار عبد المجيد محمود بكل خبراته القانونية وتجربته السابقة أثناء مشاركته في إدارة النادي الأهلي، والدكتور علاء مشرف كنائب لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس لاتحاد تنس الطاولة، من أجل وضع لائحة خاصة تليق باسم النادي الأهلي وتناسب كل ظروفه واحتياجاته الحالية والمستقبلية، وهي اللائحة التي أعلن عنها رئيس قلعة الحمراء في مؤتمر صحفي كبير عقد في مقر النادي بالجزيرة يوم السبت الماضي، وشهد حضور العديد من القامات الرياضية في مقدمتهم اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق الذي يحل ضيفا على الكرة والجماهير من أجل الحديث عن لائحة الأهلي الجديدة ورأيه في البنود التي تضمنتها، وكيف يرى من وجهة نظره إصرار اللجنة الأولمبية على اللائحة الاسترشادية بل وإجبار الأندية على العمل بها، وحقيقة إيقاف النادي الأهلي حال إقامته لجمعيته العمومية على مدار يومين مثلما أعلن مجلس الإدارة، ورؤيته للرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد إصدار قانون الرياضة الجديد. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي بنستقبل شخصية محترمة جدا، قيمة كبيرة جدا، الكابتن محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق. هيتكلم معانا في أمور كتير جدا. حضراتكم شايفين اللغط، استدعاء الخارج طول الوقت والتهديدات، كمان هل من حق اللجنة الأولمبية تحط لائحة استرشادية ولا لأ؟ فبنجيب أهل الثقة والناس اللي عندها خبرات كبيره واللي طورت الرياضه واللي ملهاش مصلحه، ونسمع منه هل احنا اللي بنقوله غلط ولا صح؟ هل النادي الاهلي موقفه بالنسبه للائحه الالزاميه صح ولا غلط؟ كل ده هنناقش كل الموضوع من اول يوم فتحناه، وكل الاسئله هنسالها للكابتن محمود احمد علي ويجاوب، ونشوف هل احنا بندافع عن حق ولا عن باطل؟ بس كل ده اكيد مخلي اسئله، بس خلونا في البدايه نرحب بكابتن محمود احمد علي. برحب بحضرتك، انا الشاكر ليك وسعيد جدا بوجودك. ربنا يخليك، حضرتك قيمه وقامه ربنا يخليك بيها. ربنا يخليك يا كابتن. هتبتدي منين؟ والله يعني انا عايز ابتدي من الاول خالص، من القانون نفسه. يعني انا الحقيقه سمعت من كذا حد ان القانون اتعمل وقانون ادى احقيه للجنه الاولمبيه الوطنيه في بعض الحاجات اللي كانت اساسا موجوده في القانون 77 سنه 75 من اختصاصات الوزير، فالوزاره شالت اختصاصاتها واعطت جزء كبير منها للجنه الاولمبيه الوطنيه. الحاجه ده مش موجود في اي بلد في يعني في اي لجنه اولمبيه وطنيه في اي بلد، ان بيدي احقيه او بيدي للجنه الاولمبيه الوطنيه انها تتحكم في الاتحادات او الانديه، لان الانديه والاتحادات برضو برجع اقول اصلا في حتى القانون الجديد اللي هو شالوا ان اختصاصات الوزير من ناحيه التعيين ومن ناحيه الحل بقت للجمعيات العموميه. طالما بقت للجمعيات العموميه فما نديش حاجه لهيئه موجوده بحيث انها تتحكم في الاتحاد او في النادي او في اي جهه رياضيه موجوده في
المكان اللي اتعمل فيه القانون. وبعدين افاجئ بعد كده ان القانون ده اتبعت للجنه الاولمبيه الدوليه ليه؟ يعني قانون الرياضه في مصر اتبعت للجنه الاولمبيه الدوليه ليه؟ لان مش يعني اللجنه الاولمبيه الدوليه ما لهاش دعوه بالقانون بتاع البلد. اللجنه الاولمبيه الدوليه بتطالب باستمرار ان القوانين بتاع كل بلد او كل هيئه تتماشى مع الميثاق الاولمبي. الميثاق الاولمبي اساسا بيقول ايه؟ او لائحه اللجنه الاولمبيه الدوليه بتقول ان ما يبقاش فيه يعني تدخلات من الحكومه بحل او بتعيين، ما يبقاش فيه عنصريه في اللوائح والقوانين اللي بتتحط. ده الثلاث حاجات يمكن اللجنه الاولمبيه الدوليه بتاكد عليهم. بتاكد على حاجه رابعه الحقيقه ما يخص اللجان الاولمبيه الوطنيه، انها تتابع اذا كان في اي تدخل من اي جهه حكوميه بحيث تبلغ هي، لان العلاقه بتبقى ما بين اللجنه الاولمبيه الدوليه واللجان الاولمبيه الوطنيه. فاي تدخل هي بتبلغ وبتاخد كلام اللجنه الاولمبيه الوطنيه اذا كان حصل تدخل، بحيث يتم بعد كده اتخاذ الاجراءات اللي خاصه اذا كان هتبلغ الدوله بانها تمنع هذا التدخل او تستمر فيه. انما انا هعمل ستوب هنا. طب حضرتك بتقول لي اللي في الميثاق الاولمبي ما ينفعش اللي يحصل اي تدخل من اي جهه، من اي جهه، وكمان ما ينفعش ان انا ابعت قانون الرياضه للجنه الاولمبيه الدوليه. طب ايه اسباب مش مفروض ايه اسباب ده سببه ايه؟ ما انا مش عارف. وبعدين يعني الاقي رد بقى واللجنه الاولمبيه الدوليه استثنوا على القانون وانبسطوا منه قوي. هي مالها اللجنه الاولمبيه الدوليه ومال القانون؟ اللجنه الاولمبيه الاي او سي لها علاقه بس بلائحه اللجان الاولمبيه الوطنيه، مالهاش دعوه بلوائح الاتحادات ولا الانديه. لوائح الاتحادات اللي موجوده بتتبعت للاتحادات الدوليه بتاعتها، بتعتمد طبقا للوائح الاتحادات الدوليه بتعتمدها كاتحاد دولي مثلا لكره القدم، بيعتمد لائحه الاتحاد الوطني لكره القدم. بس دي الجهه الوحيده اللي بتتبعت له من الاتحادات. طب اقول لك الحاجه بصراحه بس تجاوبني عشان يبقى في فزاعه كالعاده. ما هو استخدمه للاسف الشديد فزاعه من فتره. مصر هتتوقف؟ مصر يعني انا كمان كنت يعني ضد ان نقبل ان قانون 77 سنه 75 يوقف في 2013. لا، كان لازم يتبعت جواب من مصر، لا هنستمر بالقانون لحين صدور القانون الجديد. لان حاجه من 2013 ل 2016 كل القضايا الرياضيه اللي كانت في المحاكم بترجع لهذا القانون. اذا كان في اي شكاوي او اي بتاع رجعت القانون 77 سنه 75. طب ازاي النهارده اوقفت هذا القانون بالعمل به بحيث انك اوقفت الانتخابات في انديه وبقت استمراريه او بالتعيين، اوقفت الانتخابات في الاتحادات لان الاتحادات برضو كان مفروض يبقى تم الانتخابات في 2016 متاجله لحد، لان بعد الدوره الاولمبيه على طول يعني بكذا شهر لازم تتم الانتخابات حتى اذا اقيمت الدوره او لم تقام، لكن اتاجلت الانتخابات لحين صدور القانون. فالحقيقه انا يعني كان حته ان ارسال القانون ده انا مبدئيا، لان مصر برضو بلد مش صغيره، مصر بلد كبيره، واذا كانت هي بتعمل القانون الرياضه بتاعها بتعمله بالناس الافاضل اللي موجودين في مصر، عندنا ناس كتيره جدا انها تقدر تعمل قانون. القوانين دي من زمان، يعني قانون 77 سنه 75 ما اتبعتش اللجنه الاولمبيه الدوليه وماشي بقاله من سنه 75 لحد 2016. طيب حضرتك جايب ورق معاك؟ ايوه. ايه اسمح لي بقى ممكن اعرف ايه الورق ده؟ قوي يعني اذا اقول لحضرتك اللي خاص بدور اللجان الاولمبيه الوطنيه. يعني دور اللجان اللي ماسكها الاستاذ هشام حاطب. تمام. اللجنه الاولمبيه الوطنيه اللي هي بنقول عليها او بيقول عليها الان او سيز، وفي الاي او سي اللي هي اللجنه الاولمبيه الدوليه. تنحصر مهام اللجان الاولمبيه الوطنيه في تنميه وحمايه الحركه الاولمبيه في كل بلد منها وفقا للميثاق الاولمبي. اللجان الاولمبيه الوطنيه نشر المبادئ الاساسيه للحركه الاولمبيه، التاكيد على مراعاه تنفيذ الميثاق الاولمبي في بلدهم، تشجيع تنميه الرياضه ذات الاداء المتميز وايضا تشجيع الرياضه للجميع، المعاونه في تدريب الاداريين، التعهد باتخاذ الاجراءات
ضد أي شكل من أشكال التحيز والتميز، وكذلك العنف في الرياضة، محاولة استخدام أي مواد أو تبني أي إجراءات محظورة من قبل اللجنة الأوروبية الدولية ومن الاتحادات الدولية، وذلك بإخطار الجهات المعنية في البلد إذا التي ترتكب فيها هذه المخالفة، وذلك يتسنى اتخاذ كافة الإجراءات الطبية تجنبا لأي مضاعفات. دي ثالث حاجة مثلا، تتبعت على اللجان الأولمبية الوطنية بالسلطات المطلقة لتمثيل بلدانها في الدورات الألعاب الأولمبية وفي المسابقات أو على مستوى القارات. تتمتع اللجان الأولمبية الوطنية بسلطة تحديد المدينة التي يمكن أن تتقدم لتنظيم الألعاب الأولمبية في بلدها. يتوجب على اللجان الأولمبية الوطنية الاحتفاظ، شوف بقى حضرتك هنا، بعلاقات تعاونية ومتوافقة مع الأجهزة الحكومية المختصة، ويجب على ذلك اللجان أيضا الإسهام بدور فعال في إنشاء برامج التي تهدف إلى تعزيز الرياضة في كل المستويات، ونظرا للدور الإسهام للرياضة في مجال التربية والصحة والاقتصاد والنظام الاجتماعي، فالأمل معقود على اللجان الأوروبية الوطنية في مساندة الهيئة العامة من أجل تحقيق أهدافها. ومع ذلك يجب أن تحتفظ اللجان الأوروبية الوطنية باستقلاليتها، وأن تقام كل الضغوط أيا كان نوعها، ذلك ذات الضغوط الصبغة السياسية أو الطبيعية أو الطبيعية الدينية أو الاقتصادية التي قد تحول بينهم وبين الالتزام به ما ورد بالميثاق الأولمبي. الورق ده معناه إيه؟ معناها أن دور اللجنة اللجان الأولمبية الوطنية محدد في نشر الرياضة، في الاهتمام بالرياضة، في أنها هي اللي بتكون مشاركة في الدورات الأولمبية، بأنها مثلا بتطالب أنها عايزين دورة أولمبية في المدينة اللي في البلد دي. مثلا لما نقول طالبين دورة أولمبية بنقول في المدينة، في مدينة القاهرة زي ما هي مثلا بعد كده في اليابان في طوكيو بنقول دورة طوكيو، دورة لوس أنجلوس، دورة ريو دي جانيرو، ما بتتقالش البلد، بتتقال المدينة اللي بتقام فيها الدورة. انا حضرتك وانت بتقرا ما فيش في الكلام اللي مكتوب المفروض اللي حضرتك بتقراه ده، حضرتك جايبه من بره الكلام ده اعتقد. من بره منين؟ ما ده بتاعت لائحه اللجنه، لائحه اللي هي بيقولوها الاولمبيك شارتر. تمام، اللي انا عايز افهمه، هل بقى في الورق اللائحه الاولمبيه اللي في العالم اللي مسؤوله عن كل بقى الاتحادات الفرعيه اللي زي استاذ هشام حطب ماسك في اللجنة الأولمبية المصرية، هل في الورق ده اللي هو من حقك تعمل لائحة استرشادية لأي نادي؟ ولا حاجة خالص. أمال بيعملها على أي أساس؟ ما أنا بقول لحضرتك القانون، يمكن أنا موجودة في القانون إن هو من حقه إنه يعملها، حتى في القانون مش موجود إن هو اللجنة الأولمبية الوطنية تعمل لائحة استرشادية، حتى اللفظ بتاع إنها استرشادية إن أنا بسترشد بيها، آخد بيها أو ما آخدش بيها، ده خاصة بكل هيئة. يعني الاتحادات، ما هو اللائحه دي معموله لايه؟ للاتحادات والانديه. الانديه تاخد بيها وما تاخدش بيها، هي حره طبقا لائحه الانديه. جايز تاخد منها. على كلام حضرتك ما هي ما بقتش كده، هي بقت ملزمه. لا، ما فيش حاجه اسمها ملزمه، يعني ما فيش حتى في القانون نفسه ما فيش الزام لتنفيذ هذه اللائحه. فيش اي الزام، يعني يجيبوا لنا بند في القانون فيه الزام. كان يمكن الاخ طارق كان بيتكلم برضو امبارح اظن او اول امبارح في الموضوع ده، وفسر الموضوع ده ان ما فيش الزام للكلام ده. اللي برجع اقوله يعني المطلوب ايه؟ يعني النهارده مش مطلوب ان الانديه تعمل لوائحها، والمطلوب اساسا تغيير القانون ده عشان كل القرارات تعود للجمعيات العموميه. طب ما تسيبوا الجمعيات العموميه هي اللي تشتغل. يعني يا فندم اقول لحضرتك على حاجه، الظاهر اللي انت عايز، الظاهر للناس المفروض ده اللي فيه ديمقراطيه، وفي ازاي يبقى في الناس تحضر جامعات العموميه بعدد كبير، وده الظاهر. لكن في باطن الامور انت بتتدخل في كل حاجه، مش عايز ديمقراطيه اصلا. لمصلحه مين؟ ما هو الاشكاليه لمصلحه مين؟ يعني هذا التدخل يعني هيعود ان نعمل مشاكل مشاكل مشاكل. يعني انا برجع اقول ان في حاجات كتيره اتعملت والتجربه مشاكل، يمكن يعني الناس تقول ايه، طب ما تسيبوا العمليه تمشي. طب ماشي، ما فيش مشكله العمليه تمشي، بس تمشي بعقلانيه، تمشي بالاصول، تمشي طبقا للوائح اللجنه الاولمبيه الدوليه اللي هي بتنص على ان ما فيش اي تدخلات من اي جهه
برجع اقول تاني، مفيش تدخل ولا سيطره اي جهه على الجمعيات العموميه اللي خاصه بالاتحادات والانديه. طب سؤال ليا انا شخصيا. نعم. حضرتك جايب لي الورق بتاع اللجنه الاولمبيه. تمام. واستعرضت منه بعض البنود اللي انت مش ممنوع ان انت ده. موقف النادي الاهلي وانحيازه لجمعيته العموميه وانتصاره لجمعيته العموميه من وجهه نظر مجلس اداره النادي الاهلي، موقف النادي الاهلي اللي بيعمله ده صح ولا غلط؟ صح. طيب ايه الغلط اللي فيه يعني؟ طب انا بسمع منك. طيب السؤال الثاني، هو مجلس الاداره في لائحته الداخليه صمم ومن وجهه نظره انحيازه لجمعيته العموميه اللي هو يقاتل اللي هي هتبقى على يومين، تمام. صح ولا غلط؟ صح. ايه اللي هيحصل؟ طب لو اعترض يعني انا عايز هل ما هو ان هل اللائحه فيها على يوم ولا يومين؟ لا. هل اللائحه فيها على مكان ولا مكانين؟ لا. طب احنا ليه بنعقد الامور يعني؟ اليوم ده اتبعت بجواب اللي انا فهمته يعني اتبعت بجواب من اللجنه الاولمبيه لا تبقى على يوم واحد وتبقى في مكان واحد. طب يعني ايه الفكره انها والنادي الاهلي هيعملها على يومين في مقر النادي الاهلي بالجزيره؟ ممكن اسالك سؤال اصل اتكلمنا في الكلام ده، في حاجه في الكواليس مش مظبوطه بصراحه؟ اقول لك بصراحه، احنا بقالنا كتير، مين اجدع من مين؟ يعني احنا بنتخانق يعني انا مين اللي اجدع من التاني؟ انا كلامي اللي هيمشي ولا كلامك انت اللي هيمشي؟ لا، انا كلامي صح اللي يمشي والاصول اللي تمشي. لكن احنا بقالنا فتره طويله باستمرار بنتناطح مين اللي يبقى اجدع من التاني في ان قراره يتنفذ، ودي مشكله الحقيقه. طالما انا برجع اقول ان القانون اعطى الحق للجمعيات العموميه في الانديه والاتحادات ان طب الثمان سنين لما بعتوا لا حاجه مش معنى بقى الثمان سنين بعتوها للجنه الاولمبيه يسالوه قالوا لهم ارجعوا للجمعيات العموميه. الله، يعني اللجنه الاولمبيه ردت طب اشمعنى البند ده بالذات اللي يعني بعتوا اللجنه الاولمبيه الدوليه قبل القانون ما يطلع نعمل ايه في الثمان سنين؟ يعني نحطها في القانون ولا لا؟ قال ترجع للجمعيات العموميه. طب ما كنت تحطها في قانون، لو حطيتها في قانون تمن اي حاجه تحطها في قانون ما فيش حد له علاقه بالقانون بتاعك الا اذا كان في حاجه عنصريه، اذا كان في حاجه مخالفه للمواثيق الاولمبيه والعرف العالمي. يمكن يعني اللي حصل قبل كده برضو اجتماع في روما بخصوص الرياضه ومصر كانت مشاركه فيه، ان ما يبقاش في اي تدخل من جهات على جهه اخرى او اي يعني سلطويه من جهه على جهه اخرى. طب ده هيخليني اقول لحضرتك بعد اللي احنا بنقوله، النادي الاهلي اصدر قراره وشايف من وجهه نظره ومجلس الاداره ان هو بينحاز لجمعياته العموميه واللي هو مصمم على يومين لان ما فيش بنود زي ما احنا متفقين. تمام. هل من حق اللجنه الاولمبيه ابطال الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ هي موجوده في القانون؟ لا. طيب احنا ممكن ترفض الجمعيه العموميه لو اتعملت على يومين بعد ما خلاص تظهر؟ احنا نرجع للقانون. مش موجود، مش موجود في القانون الكلام ده. وانا رايي حتى لو اعطيت لا يمكن ان تعطى السلطويه للجنه الاولمبيه انها طرف. هو في حاجه غريبه حتى انا سمعتها برضو من سيد ان اللجنه الاولمبيه هتصدى على الانتخابات الانديه. طب مين اللي هيصدى على انتخابات اللجنه الاولمبيه؟ يعني ما يعني انا وجهه نظري لا، ما فيش حد يصدى على انتخاب الانديه في مجلس اداره، والمجلس الاداره ده بيختار القضاة بتاعته في رئيس القضاة. بعد الانتهاء الانتخابات رئيس القضاة بيعتمد النتيجه، ومجلس الاداره حتى لو مجلس الاداره خسران هو يعتمد النتيجه اللي هو خسران فيها. يعني انا كرئيس مجلس اداره في اتحاد كره السله وما وفقتش بعتمد نتيجه الانتخابات اللي تمت، بحيث يجي ناس ثانيه بعد كده يرسلوا ان انا خلاص معترف بيه ان الانتخابات دي تمت في وجودي. لان برضو برجع اقول زي الانتخابات الاخيره ان رئيس مجلس اداره النادي هو رئيس الجمعيه العموميه. رئيس مجلس اداره النادي هو ومجلس ادارته هم رؤساء الجمعيات العموميه الخاصه بكل الجمعيه العموميه اللي جايباهم بكل هيئه فيها. فبيعتمد الكلام ده، والقاضي اللي كان حاضر ليه
الفرز او رئيس القضاء بيعتمد الكلام ده، ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة بيعتمدوا نتائج الانتخابات اللي بتتم، مش جهة تانية. طب أنا عندي سؤال صعب لحضرتك. قول. بجد أنا محتار والسؤال طويل شويتين. قول. هو مين اللي حاطط اللائحة الاسترشادية؟ سيادة الوزير خالد عبد العزيز قال إحنا ملناش دعوة باللائحة الاسترشادية. إمبارح في أحد البرامج سيادة الوزير كان موجود قال لك شاركنا فيها يعني مش بشكل كامل بس شاركنا فيها. لا قطعا الوزارة شاركت فيها، يعني قطعا الوزارة شاركت فيها، لأن فيها جزء كبير قوي برضو اتحطت فيها اختصاصات الوزارة فيها. قطعا الوزارة كان لها دور أنها عايزة تبقى بعيد هي، بس يبقى في جهة منفذة لخطوات معينة. أنا عايز أقول لك حاجة، أنا آسف على المقاطعة بس لازم أقولها لحضرتك. قول. أنا اللي أنا أقصده الوزير أول مرة سيادة الوزير قال الوزارة ملهاش دعوة بالموضوع ده. بعد كده أنا شفت في أحد البرامج امبارح شاركنا فيها بنسبة بسيطة بيدافع عن الله. حلو قوي. النادي الأهلي مجلسه راح مجلس الشعب. تمام. عشان يتكلم في اللائحة الاسترشادية. تمام. مين كان موجود؟ زي ما سمعت من كان وزير الشباب والرياضة ما كانش موجود، رئيس اللجنة الأولمبية. لا رئيس اللجنة الأولمبية ما كانش موجود. ما كانش موجود وزير الشباب والرياضة. كان موجود وزير الشباب والرياضة. وكان في ثلاث أندية على ما أعتقد، المهندس محمود طاهر قال لي كان ثلاث أندية بس اللي موجودين هنا. طب مش هي لائحة استرشادية لازم يبقى قاعد اللي عملها؟ المفروض. في حاجة غلط. الوضع الطبيعي المفروض اللي عملها كان يكون موجود، وأنا الحقيقة سمعت امبارح برضه وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشباب قال لي في حاجات في القانون هم مش موافقين عليها. يعني بيقولوا ابو الاجتماع بقى في الدوره اللي جايه يعني هيعدلوا فيها. طب ليه طلعت من الاول؟ يعني ليه طلعت حاجات فيها شك او فيها انها تعمل قلق؟ واحنا الحقيقه في فتره يعني بنقول يا رب ان نزق الرياضه لقدام شويه، لكن ان يبقى في مشاكل في مباريات كوره ومباريات سله ومباريات كره يد، وبعدين مشاكل جماهيريه ومشاكل تحكيميه ومشاكل اداريه، وبعدين كمان القوانين بتاعتنا يبقى فيها مشاكل، دي عمليه صعبه قوي. يعني الحقيقه انا بتمنى ان يبقى فيها عقلانيه من كل الجهات، ان نقعد مع بعض ونشوف الصح ايه، والصح هو اللي يتعمل بصرف النظر عن اللوائح. يعني ممكن نتغاضى عن اذا كان لائحه فيها جزء من العوار او فيها جزء مش طبيعي او فيها اختصاصات مش موجوده في اي بلد في الدنيا، ان اللجان الاولمبيه الوطنيه تجب الانديه. يعني هو يعني اللجنه الاولمبيه الوطنيه في اسبانيا تجب نادي ريال مدريد ولا برشلونه؟ يعني يا جماعه احنا اشمعنا في مصر؟ وبعدين ليه فزاعه؟ اصل هنتوقف، اصل مش عارف ايه يعني كلام. وبعدين الاكثر بقى ان بصرف النظر عن الكلام ده، جوابات رايحه جايه من اللجنه الاولمبيه الدوليه لمصر، وجوابات موجهه. يعني لا التمنسيين خلوا الجمعيات العموميه، لا القانون اللي عملتوه لا والله حلو قوي وكويس واحنا بنشكر. يعني ليه الجوابات اللي رايحه جايه؟ احنا اللجنه الاولمبيه الدوليه برضو برجع اقول لعاشر مره ملهاش اي علاقه غير بلوائح اللجان الاولمبيه الوطنيه. الحاجة الوحيدة اللي بتسأل اللجنة الأولمبية الوطنية، هل في أي تدخلات حكومية أو أي ضغط من أي جهة موجودة على الأندية والاتحادات والرياضة بتبلغ بيها اللجنة الأولمبية الوطنية؟ غير كده مفيش أي دور للجنة الأولمبية الوطنية إنها تحط وصاية على الأندية أو الاتحادات. هو إحنا ليه دايما بنعشق تضارب المصالح؟ ما انا بقول يعني بقول لك كابتن مين اجدع من مين؟ مش هضرب المصالح. مش ده اللي انا اقصده كمان. اللي انا اقصده رئيس اللجنه الاولمبيه ومع احترامي الكامل ليه، انا بتكلم انا دوله خارجه من ثورتين، على الاقل بنحب ديمقراطيه انا ممكن اقبل دي، لكن سيبني امارسها وسيب كل واحد يبقى في شغلانته. بمعنى عشان حضرتك ترد ان رئيس اللجنه الاولمبيه هو رئيس اتحاد الفروسية، لما يبقى في نزاع مع حضرتك استاذ هشام حطب بيروح الاستاذ هشام حطب،
هو رئيس اللجنه الاولمبيه وفي لجنه التسويه والنزاع. ده اساسا في القانون رئيس الاتحاد ما يبقاش عضو في الـ 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 يعني في الـ التحكيم الرياضي. اي رئيس اتحاد. طب ما الكلام ده مش موجود على ارض الواقع. ما هو ده ما بقول لحضرتك دي الاشكاليه. يعني ده موجود اساسا في القانون وفي بند ثاني ان في بالنسبه لي التحكيم الرياضي ان رئيس اللجنه الاولمبيه هو ليه؟ وبعدين الحقيقه قال حاجه ان رئيس الاتحاد الدولي للتجديف هو رئيس الكاس. لا ماريو فاسكاس رانيا مش هو رئيس الكاس. لا عشان نتكلم الحقيقه ما يبقاش كده. لا منفصل تماما والكاس منفصل تماما عن اللجنه الاولمبيه الدوليه ولا ملوش علاقه بيه خالص. وهم بيجيبوا مواردهم وهم بيجيبوا الكلام ده كله من القضايا اللي بتجيلهم، لكن لا علاقه اللجنه الاولمبيه الدوليه بالكاس ولا علاقه اللجنه الاولمبيه الدوليه بالمنشطات اللي موجوده لجنه المنشطات خالص. يعني لجان المنشطات اللي موجوده مثلا في الدول وفي يعني في البلاد مش تبع اللجنه الاولمبيه. المفروض دي لجنه بتبقى لها اهليه معينه ولجنه يعني بتمشي وبتجيب مواردها بحيث انها بتعمل بتكشف عن المنشطات في البلد. كابتن محمود احمد علي رئيس اللجنه الاولمبيه سابقا سابقا حاسس هسأله لك كده عشان رجل الشارع البسيط يفهم. حاسس اللي في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه، بنعمل مشكله من لا مشكله، وفي ورا الكواليس حاجه احنا مش عارفينها يا كابتن شادي. هو يعني طبعا يعني حاسين بالكلام ده لسبب بسيط جدا. يعني النهارده لما حصلت مشكله ما بين رئيس اللجنه الاولمبيه السابق اللي قبل الاستاذ هشام اللي هو مستشار خالد زين مع اظن الوزير العامري فاروق او حاجه كده كان، وتشكلت لجنه ثلاثيه ل يعني لان يبقى في رابطه ما بين الاثنين. وكانت اللجنه الثلاثيه متشكله من وزير الشباب والرياضه في مصر برضو اللي جه بعد كده اللي هو كان بعد حصل دي بعد موضوع العامري، وجه الوزير خالد عبد العزيز فتشكلت من الوزير خالد عبد العزيز وحسن والدكتور حسن مصطفى ورئيس اللجنه الاولمبيه. لجنه ثلاثيه للاشكاليه دي. مستشار خالد زين ساب وجه الاستاذ هشام حطب، ويمكن الوزير عمرو ساب وجه اللي هو كان موجود بعد كده اللي هو الوزير خالد عبد العزيز. واستمرت اللجنه كابتن طاهر عبد العزيز فندم. كابتن طاهر كان بعد كابتن طاهر بعد بعد العمري. وجه بعد كده المتشكل المهندس خالد عبد العزيز وتشكلت اللجنه واستمرت اللجنه لحد دلوقتي. يعني اللجنه ما اتفكتش. طب ليه؟ يعني اتحط قانون رياضه واتحط لوائح واتحط واللجنه لسه لم يعني بحيث ان حتى اللجنه الثلاثيه دي تدخلت في انتخابات النادي الاهلي وفي الفتره اللي فاتت اللي كان فيها كابتن حسن ومشكله ولا لازم تعمل الانتخابات كابتن حسن حمدي وحصل مشكله. طب ليه ده كله؟ يعني ما نسيب الامور تمشي بقى وما نتكلم الجمعيات العموميه، ما تسيب الجمعيات العموميه تشتغل وتشتغل براحتها. يعني وطبعا مش منطق ان هنقول جمعيه عموميه بتاعت النادي الاهلي في انتخابات او في بتاع لائحه هتبقى من 1000 نفر ولا 2000 نفر. لا قطعا هيجي ناس، بس ما نخنقش الانديه بحاجات جايز صعب تنفيذها. ولذلك يمكن النادي الاهلي قال صعب اجيب 12500 في يوم واحد نتيجه للضغط اللي موجود، وحضرتك عارف الحته بتاعه الجزيره عمليه صعبه جدا. قال على يومين. طب ما ايه الاشكاليه فيها؟ يعني انا مش عارف يعني ليه التعنت انها ما تبقاش على يومين، وليه التعنت انها ما تبقاش في مكانين. فهمت قصدي اللي في حاجه في الكواليس احنا مش فاهمينها؟ ما ده السبب. انا معاك يعني في حاجه في يعني حاجه ايه. لا النادي الاهلي ما يمشيش كلامه علينا بما مفهومه يعني.
انا وانا مش عارف ليه يعني هو اقول لحضرتك على حاجه. بالونتين اختبار بمساعده بعض الاعلاميين. انا هكلمك بقى، انت بتحب الصراحه قوي. بالونتين اختبار، الاول اللي لائحه الاهلي اللي عايزين يعملوها فيها اقصاء، البالونه الثانيه بيعملوا تفرقه ما بين الجزيره ومدينه نصر. متفق معايا في البالونتين اللي هو طبعا البالونه الاولانيه ما يمكن المهندس محمود طاهر رد عليها ويمكن اتكلمنا قبل كده فيها، ايه الاقصاء اللي موجود في اللائحه؟ ولا حاجه. لائحه النادي ايه الاقصاء؟ اللي عايز يخش يخش، واي واحد والنادي فيه قامات كبيره وفي ناس كثيره من اذا كان لعيبه كوره او اداريين او اي حد بيجد في نفسه القدره على اداره النادي ما يخش الانتخابات. صح. وهو ده متروك للجمعيه العموميه، مش متروك لاي حد تاني. الجمعيه العموميه هي اللي هتقرر مين اللي تاخده ومين اللي تشوفه من وجهه نظرها. يعني ايه الاقصاء اللي حصل؟ والثمان سنين يعني انا هتكلم، انا عارف كده 8 سنين ما كانتش محطوطه في اللائحه، مدرجه في اللائحه، كانت موجوده في اللائحه بتاعت الكابتن حسن حمدي قبل كده، وكابتن حسن حمدي قال 8 سنين، وحتى يمكن يعني قلنا ما نسيب ال 8 سنين، قال لك لا نمشي 8 سنين. يعني موجوده في اللائحه القديمه اللي النادي الاهلي كان عاملها ايام الكابتن حسن حمدي، فما هياش فيها اقصاء لحد. هقول حتى ان النادي الاهلي حط ال 8 سنين تنفذ من امتى؟ من يوم صدور اللائحه. مش باثر رجعي. صح. بمعنى يعني حتى لو هي الناس بتتكلم في الاقصاء، طالما حضرتك حطيت حاجه جديده مش هتحط حاجه جديده تقول باثر رجعي، اصل دول في حد بقى له 8 سنين فما ياخدش المره دي. لان ما كانش ايام ما اتحطت، انت حطيتها النهارده. طب بتقول 8 سنين، انت مالك وما اللي فات؟ تحط اللائحه دلوقتي، فهتنفذ من يوم دخول حد مجلس الاداره ويقعد 8 سنين بعد كده. البالونه الثانيه، التفرقه ما بين اول ما النادي الاهلي اوجد حلول، اللي يبقى عشان اقول لحضرتك السؤال ادق كمان، هم كانوا مركزين، والواضح اللي كان فيه تركيز كبير جدا على الوقت والزمن والمساحه وكل حاجه. حضرتك تعلم تماما 12500 اللي هيجوا، العمليه صعبه كابتن شادي، يعني مش سهل، الجو شديد الحراره، الناس في اجازات، سيبك من الجو، المكان قبل عيد بثلاث ايام، شارع النيل ده قد كده، وبعدين مفيش مكان للباركينج في المنطقه دي كلها غير الاوبرا وغير المكان الباركينج الجديد، وده ما يشيلش اكتر من 400 عربيه. هو اللي عمل القرارات دي دارس كويس، هو عارف بيعمل ايه. واضح جدا عشان نتكلم بصراحه اكتر، واضح جدا اللي هو مش عايز ديمقراطيه. عشان كده انا خليني اروح لك بقى اللي انا قلته من اسبوع، هتتحسب للمهندس خالد عبد العزيز في عهده لو النادي الاهلي راح له 20,000 يبقى مارس ديمقراطيه حقيقيه، واول مره في التاريخ يجي يحضر العدد ده في جمعيه عموميه. هتحسب للمهندس خالد عبد العزيز قبل اي حد؟ لا، هي تحسب للنادي الاهلي، ما تحسبش للمهندس خالد عبد العزيز. هي تحسب للنادي الاهلي، ليه تحسب للمهندس خالد عبد العزيز؟ لو فتح، لو انا اقصد ايه؟ لو كان في تيسير، هو مال المهندس خالد عبد، انا اقصد لو تيسير الامور، لو فتحت مدينه نصر وفتحت، هو حاليا المهندس خالد عبد العزيز ماله ومال الموضوع ده؟ ماله؟ ما دخلش في موضوع مديره نصر. لا يعني معلش، ده كلام انا وانت نقوله كده ماشي، لكن لا يعني انا بتكلم فيما هو موجود. المهندس خالد عبد العزيز ما دخلش في موضوع، هو شخصيا الوزاره ما قالتش تعمله في مكانين او تعمله في مكان واحد او تعمله على يومين، هم بيرموها في ملعب، بيرموها في ملعب باللجنه الاوروبيه، هي اللجنه الاوروبيه اللي تتحمل وتشيل. لكن يعني انا برضو برجع اقول، انا فاهم قصدك ايه، ان المهندس خالد عبد العزيز يدي يعني توصيه او يعني توجيه للجنه، توجيه للجنه الاوروبيه، يعني بلاش كده، ممكن. وبعدين حتى من غير ما يدي توجيه نتكلم منطق، ايه اللي يدير اللجنه الاوروبيه وايه اللي يدير اي حد انك تعمل على يومين؟ ان جواب اللجنه الاوروبيه هو اللي لازم يمشي، ده مش شرط. وبقول مش شرط برضه، هاتولي اي حاجه للجنه الاولمبيه الوطنيه واخداها من اللجان الاولمبيه، من لجنه اولمبيه دوليه، انها تتحكم في اتحاد، مش هقول في نادي. مفيش كلام ده خالص، هي بس حصل
في القانون حته كده اللي هي الماده 4، ودي يعني فيها كلام كتير بالنسبه لها، انها ادت احقيه للجنه الاولمبيه. لا ما تد... انا رايي لا، ما دام قلت الجمعيات العموميه اساسا من الاصل، ما تجيش بقى تقول من اللجنه الاولمبيه من حقها تعمل وتعمل تعمل ولا تعتمد. يا فندم معلش عشان اعرف عند دي، لا انا مش هفوت دي. الماده 4 بتدي اللجنه الاولمبيه حقوق، لكن الماده 20 و21 في نفس اللائحه بتاخد الحقوق كلها من تاني. عشان ما يضحكوش على الناس، اصل في ناس في الاعلام بتطلع الواضح لا بتقرا ومش مذاكره ومش عارفه ومش فاهمه معنى الكلام. ارجع للماده 20 وتقريبا 21، هي بترجع لك انت خلاص اديت الحقوق في 4. والله في اول امبارح اخ طلال، اخ فاضل نانات زهور، اتكلم في الموضوع ده واتكلم بشرح جميل جدا وقال الله يعني هنا في تضاربات غريبه، طب ليه بنحط التضاربات دي؟ والحقيقه امبارح برضه الدكتور وكيل لجنه الشباب قال في حاجات هم مش موافقين عليها. ما اعرفش كان في البرنامج عندك يا كابتن؟ لا مش عندي. بس كان في اظن قناه الاهلي كان هم اللي انا فاهمك حضرتك تقول ايه، هو مش موافقين عليها وبقول لك نغيرها مع انعقاد البرلمان الجديد، صح كده؟ السنه الجديده. السنه الجديده. طب ما احنا طلعناه ليه؟ انت قلت الجمله دي، مش طلعناه ليه ما دام في حاجات كده احنا معترضين عليها؟ ما دام في يعني حاجه حاسين انها هتعمل لغط، طب ما كنا اتجنبناها عشان ما نخشش فيه. ده لسه في متهات جايه تاني في الانتخابات برضو، يعني ده اول حاجه حصل موضوع النادي الاهلي والناس عماله يعني تشيد بنادي الاولمبي عمل حصل وحصل. طب جمالها وما بتاعت النادي الاولمبي قد ايه؟ نعمل الكلام هنا يعني قد ايه الجمعيه العموميه بالنسبه للنادي الاولمبي اسكندريه، وقد ايه الجمعيه العموميه بالنسبه للنادي الاهلي؟ انا همشي لك، انا دايما احب مع حضرتك وانت معايا نمشي بايه، بلغه رجل الشارع البسيط اللي يفهمني. عارف ان حد بيعمل حاجه مش مقتنع بيها فبيتعلق بقشايه اللي هو يلا النادي الاولمبي عمل والحياه، شفت المثل والنادي الاولمبي عمل. انا بحترم النادي الاولمبي جدا اكيد، ما قلناش حاجه، لكن هنا المقارنه بعيده جدا. ما في انديه شادي الجمعيه العموميه بتاعتها 1500 واحد او 2000 واحد بالكتير وانديه، لكن النهارده لما اتكلم في الكم ده في يوم في مكان محصور جدا وهيجوا. يعني انا بقول حتى الانتخابات بتاعت النادي الاهلي ممكن تبقى على يومين، ايه المشكله؟ رئاسه الجمهوريه كانت 3 ايام. ما انا بقول لحضرتك ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله انها تبقى العدد كان قليل تبقى على يومين؟ يعني في ناس كمان ما تقدرش، كبار السن زي حالاتي كده ما تقدرش تيجي وتقعد 3-4 ساعات في النادي، عايز برضه وما تقدرش تمشي مشوار كبير عشان تروح النادي، فبتبقى في يومين. يعني ايه اللي هيحصل؟ انا عايز استفيد من حضرتك بحكم المنصب السابق في اللجنه الاولمبيه، شفت المشهد المرتبك ده في دوله في العالم قبل كده؟ خالص بجد. يعني هو حصل في السودان، حصل في الكويت انها توقفت بس ليها اسباب، ان اللجنه الاولمبيه الكويتيه هي اللي اشتكت للجنه الاولمبيه الدوليه ان في تدخل من مجلس النواب في فرض ناس معينه او تعيين ناس معينه، وعلى هذا الاساس ثبت فعلا ان تعنت يمكن من مجلس النواب هناك، فاوقفوا الكويت في كتمثيل حتى بطل الرمايه بتاعهم خد الميداليه الذهبيه تحت علم اللجنه الاولمبيه الدوليه مش تحت علم الكويت. لكن طبعا الامور دي يعني بتتفك. طبعا في بعض الناس وللاسف يعني خدوا السبوبه دي وقال لك مسح توقف، مسح توقف. ازاي؟ يا جماعه ايقاف دوله مش بجواب، ولا ايقاف دوله مش سؤال لطيف في خبره حضرتك. هو اللجنه الاولمبيه تقدر تتدخل في او قرارات الاتحاد الدولي لكره اليد ولا كره القدم؟ طب ما اللي حصل مع بلاتر اللجنه الاولمبيه الدوليه كان ليها دور ايه انها تتدخل؟ ولا حد قدر يتدخل في الفيفا، ولا بتتدخل في اي اتحاد من الاتحادات. يعني هو الاتحادات اللي تبع اللجنه الاولمبيه الدوليه 35 اتحاد، 28 العاب صيفيه و7 العاب شتويه، لهم اتحاد الاتحادات الدوليه
يعني لهم اتحاد الدولي زي في اتحاد اللجان الاولمبيه الوطنيه اللي ماسكه الشيخ فهد الاحمد، في اتحاد الاتحادات الرياضيه في كل قاره اللي ماسكه اللي هو احمد ناصر، يعني في جهات، كل الجهات دي كلها بتشتغل للهيكل بتاع اللجنه الاولمبيه الدوليه، الهيكل من رياضيين، من انديه، من لعيبه، من اداريين، من لجان اولمبيه وطنيه، من اتحادات وطنيه، كل ده في هيكله اللجنه الاولمبيه الدوليه، لكن مش تحت قياده اللجنه الاولمبيه الدوليه، مش تحت سيطره اللجنه الاولمبيه الدوليه، لا، كل اتحاد وكل لجنه اولمبيه لها جمعياتها العموميه هي اللي بتختارها، وهي الاتحادات بتختار تبقى ليه المكان اللي هي فيه. انا فهمنا امور كتير جدا من حضرتك. لو هتوجه رساله لمجلس اداره النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، هتقول لمجلس اداره الاهلي ايه وهتقول لاعضاء الجمعيه العموميه؟ انا طبعا يعني بقول بالنسبه للنادي الاهلي، احنا كل ما يعني اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي راحوا، كل ما ادى صوره واضحة لكل مصر ان النادي الاهلي من الاندية، مش بس الاهلي، الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبورسعيد، دي الاندية الحقيقة اللي بتخرج، لان دي مفرزة كابتن شادي. الاتحادات الرياضية مش هي اللي بتعمل اللعيبة، اللعيب بيتعمل في النادي، صح. يعني اتحاد الكرة ما عملكش انت، يعني هو خدك وانت في كامل لياقتك وكامل مهاراتك عشان تلعب للمنتخب، لكن مين ابتديت فين من صورك في النادي اللي مع كذا مدرب بحيث وصلت لهذا المستوى؟ الاتحادات ما بتعملش لعيبه، الانديه هي اللي بتسعى وتعمل لعيبه. فلو نشوف يعني على مستوى الدوله كلها ان كل اللعيبه، ودي مشكله الحقيقه عندنا في مصر، ان الرياضه بتبدا من النادي، عارف الواجب الاساسي بتاعه. ما دام حضرتك بقى بتفتح مواضيع مهمه، ما ده الحقيقه اللي حضرتك بتقول. انت النهارده كان عندك 3 ابطال اولمبيين مثلا، المفروض السنه اللي بعدها او الدوره اللي بعدها بعد 4 سنين يبقى عندك 12 واحد، تبقى اشتغلت. ده انت ما لقيتش الثلاثه كمان، ما تلاقيش الثلاثه وبيعتزلوا وبيبطلوا. احنا جبنا في فئتين 5 ميداليات من 3 ملاكمين، الثلاثه بعد كده بطلوا. ما انا قلت لحضرتك هيكل ومحمد، يعني الثلاثه بطلوا بعد الدوره على طول. نفس الحكايه كرم، اخر دوره اشترك فيها في لندن وجاب فضيه وبعد كده بطل. يعني المشكلة ان مفيش استمرارية، ومفيش استمرارية برضو، لان احنا اللي بيحصل عندنا فلتات يا كابتن شادي بالنسبة لي. وده لازم برضو برجع اقول ان الرياضة بتبقى في الاندية، فمش كل واحد يقدر يخش النادي، مش كل شخص يقدر يخش النادي الاهلي او نادي الجزيرة او نادي زمالك، لان النهاردة بقت يعني الاشتراك كتير. وبرجع اقول لو مش هيبقى في رياضه في المدارس زي الاول، يعني انا فاكر زمان، ما اعرفش تفتكر عبد البقال؟ طبعا. كان بيروح يلف على الـ الـ المدارس ويلف في الشوارع، كان زمان في كوره في الشوارع كتير، يختار اللعيبه. النهارده ما بقاش في مكان لمزاوله الرياضه في الشوارع، ما بقاش في مكان لمزاوله الرياضه في المدارس. فدي الحقيقه الكارثه، ان القاعده بتاعتنا ضيقه جدا. كابتن شادي، انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. عدد اللعيبه اللي في الرياضه كلهم في مصر اللي من سن 10 لسن 30، اللي هو ده اللي يقدر يزور الرياضه، عارف ده قد ايه؟ 46 مليون شاب وشابه من 10 ل 30، المسجلين في جميع الاتحادات المصريه 300 ألف. في جميع الاتحادات المصريه كم؟ 300 ألف. لا قول 500. كارثة. يعني كارثة. ادي يعني انا انت عندك اتحادات ما فيهاش غير 30 لعيب و40 لعيب، زي الترياسون، زي التجديف، زي الدراجات، زي الرمايه، زي الخصوصان، زي الفروسيه، زي لان الهيئات بتاعتها قليله جدا. طيب الوقت جري مع حضرتك جدا، انا هقول لك اسماء واقول لهم رساله. المهندس خالد عبد العزيز هتقول له ايه؟ اتمنى طبعا من المهندس خالد عبد العزيز ان برضه يعني يدي صوره للجنه الاولمبيه
ما تتدخلش بالصوره يعني مش عايز اقول يعني الشديده قوي في تحديد كل نادي لمطالبه. هشام حطب ارجو ان هو يتفهم تماما متطلبات كل نادي ويكون كرئيس لجنه اولمبيه متفهم ان العمليه مش عمليه يعني اجبار على النادي او على الاتحاد، ان يتفهم مواقف كل نادي ويتماشى مع طلبات الانديه. مجلس اداره النادي الاهلي اتمنى من مجلس اداره النادي الاهلي برضو انه يحاول بقدر الامكان ان يسعى ان يعني يجمع اكثر عدد من افراد الجمعيه العموميه لانها تدي صوره لمجلس الاداره وتدي صوره للنادي الاهلي ان الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي اكبر بكتير في تفكيرها وفي حبها للنادي بتاعها. اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اتمنى من اعضاء الجمعيه العموميه معلش يعني نيجي على نفسنا شويه ونحاول بقدر الامكان في يوم او يومين اللي تحددوا ان نكون متواجدين ل ندي صوره للناس كلها ان النادي الاهلي قلعه كبيره مش بس رياضيا وجماهيريا. كابتن محمود احمد علي رئيس اللجنه الاولمبيه الاسبق، شرفتني ونورتني ودايما انا اللي شاكر ليك يا شادي وشاكر لصراحتك المعهوده انك انت يعني الحقيقه بتتكلم بصراحه في زمن اللف ودوران بقى فيه كتير. شرفتني ونورتني. شكرا اشكرك شكرا جزيلا. دلوقتي كمان ده كان حوار مهم جدا عشان ناكد لحضراتكم اللي احنا بنتكلم في قضيه، والقضيه الحمد لله كان معانا واحد من الشخصيات المحترمه جدا الكابتن محمود احمد علي، واكد ان احنا بنحارب على حق وبنقاتل على حق، وان شاء الله كلمه الحق هي اللي هتعلى. نطلع فاصل سريع وبعدها نستقبل نجم من نجوم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي المحترم الكابتن اسامه عرابي. اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة والمقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الدور النصف النهائي من مسابقة كأس مصر. وكان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قد اختار 23 لاعبا للدخول بهم في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة استعدادا للمباراة الهامة والمرتقبة التي يسعى الجميع للفوز بها من أجل استكمال مشوار البطولة المحلية الثانية والفوز بالثنائية في هذا الموسم بعد أن حصد الفريق لقب الدوري محققا العديد من الأرقام القياسية. ويفتقد الأهلي في مباراة الغد العديد من اللاعبين المميزين في مقدمتهم الثلاثي الجديد المغربي وليد أزار وهشام محمد وإسلام محارب، وكذلك العائد من الإعارة أحمد الشيخ لعدم قيدهم في القائمة المحلية، وكذلك الثنائي سعد الدين سمير ومروان محسن للإصابة وأحمد فتحي للإيقاف. دلوقتي بنستقبل واحد من كباتن النادي الاهلي المحترمين، انجازات كبيره، بطولات كتير جدا جدا، كمان نسبه المشاركه في عدد المباريات واحد من اكتر اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي، لعب مباريات كتير جدا، الكابتن اسامه عرابي. برحب بيك. اهلا وسهلا بيك. ووحشني كتير جدا جدا يا كابتن اسامه. انت وحشنا اكتر، و متشكر طبعا المقدمه اللي انت قلتها، وسعيد ان انا في قناه الاهلي، واتمنى اكون السادة المشاهدين يستمتعوا. كابتن أسامة أكيد ببقى سعيد في وجودك معاه، كمان نتكلم في الكورة شوية ومباراة النادي الأهلي إن شاء الله بكرة أمام سموحة. حابب في البداية تقول أي حاجة قبل ما نتكلم في الماتش وتوقعاتك للتشكيل والأمور الفنية تبتدي إزاي لو أنت مكان الكابتن حسام، عايز تبتدي بأي حاجة؟ يعني اعتقد كابتن حسام حاطط 23 لاعب
المباراة بكرة كلهم جاهزين، لأنه البطولة العربية رغم خسارتنا ليها لكن جهزت بعض اللعيبة اللي دخلت شوية في الصورة كانت بعيدة شوية. فأنا أعتقد بكرة النادي الأهلي قادر أنه يحسم اللقاء لصالحه، لكن طبعا المباراة مش هتبقى سهلة، يعني مباراة صعبة ما فيش شك النادي الأهلي هو الأفضل السنة دي. سموحة عنده برضو مشاكل كتيرة، زي ما الأهلي عنده بعض المشاكل في غيابات أو الإيقافات أو الإصابة، زي أحمد فتحي طبعا مؤثر جدا، زي سعد سمير مؤثر جدا، الناس الجديدة اللي دخلت كان ممكن واحد زي وليد أزارو يبقى مشارك، لكن نفس الشيء هتلاقي في المقابل نادي سموحة برضو أيضا عنده غيابات أو للإصابة أو للانتقالات، زي إسلام محارب مثلا راح النادي الأهلي، أو إصابات زي عمرو سعد الظهير الأيسر، زي مهدي سليمان حارس المرمى، أحمد حسن مكي مؤثر بالنسبة لهم جدا مش موجود برضو إصابة. فبرضو يعني المباراة مش هتبقى سهلة، ولكن جاهزية النادي الأهلي أكتر وأقرب أنه إن شاء الله يفوز باللقاء. يعني كابتن، بإحساس المدرب كابتن أسامة، احنا اشتغلنا مع بعض سنين طويلة، مباراة هزيمة الزمالك النهاردة ليها تأثير في تفكير اللاعبين عند النادي الأهلي؟ مفيش شك، هو كده كده طبعا التفكير الأساس هيبقى للمكسب، لأن دي مباراة كاس مش مرتبطة بمباراة الزمالك والمصري. طبعا بنقول مبروك للنادي المصري وهارد لك لنادي الزمالك النهاردة. النتيجة مش متوقفة على هذا اللقاء، ولكن المنافس التقليدي بتاعك لما بيخرج من دور قبل النهائي مفيش شك هتدي حافز ودوافع أكتر للعيبة انها تلعب المباراه النهائيه وتحصل على الكاس، لانه هي مباراتين بس وتاخد بطوله يعني. فاعتقد بتدي دافع اكتر، ولكن مش هي السبب الرئيسي. ان حتى لو الزمالك النهارده كان كسب، برضو تركيز لعيبه النادي الاهلي والجهاز انه يلعب المباراه النهائيه هيبقى موجود طبعا اكيد. يعني المباراه في الكاس بيبقى فيها انطباع خاص او تفكير خاص، خصوصا اللي هي مباراه ما تقدرش تتحدى، عشان كده هي بتسمى مباراه كاس يا كابتن اسامه. مظبوط. النادي الاهلي يشتغل على ايه عشان يتفادى المفاجات في الماتش؟ مباريات الكاس بتبقى زي ما انت قلت ليها شكل مختلف شويه احيانا، هو في النهايه غالبا بيبقى الافضل اللي بيكسب. طبعا نسبة التوفيق في الدوري العام بتبقى أقل شوية لأنها 34 لقاء، ففي الغالب الأفضل بنسبة 99% إذا ما كانش 100% هو اللي بيفوز بالبطولة في الآخر. ولكن الكاس زي ما أنت قلت بيبقى لقاء واحد، ممكن جدا اللقاء ده ما يبقاش يومك كجهاز فني، ما يبقاش يومك كلاعيبه، بتبقى انت عامل كل حاجه كويس وتفاجئ انه في بعض اللعيبه مش موفقين، اللعيبه التانيه متفوقه على نفسها، التوفيق معاهم زي ما حصل في مباراتين بتوع الفيصلي. رغم ان النادي الاهلي ما كانش في احسن حالاته، ولكن كان ممكن جدا يكسب اللقاءين. صح. يعني هو خسر اللقاءين بس كان ممكن يكسبهم. ما هي دي بقى الكوره فيها توفيق خلص الماتش. مظبوط. يعني هي ما هي دي بقى التوفيق في المباراه الواحده، هو ده التوفيق بيبقى نسبته اكتر شويه من اللقاءات اللي هي متكرره كتير يعني. فعشان كده دي خطوره ماتشات الكاس. النادي الاهلي طبعا اكيد هيبقى مهتم جدا انه ما يجيش فيه هدف، اساسا يكسب ويجيب اهداف، ولكن اعتقد انه هيحاولوا يتفادوا اللي حصل فيهم في ماتش الفيصلي او المباراتين بتوع الفيصلي، لانه المباراتين الفيصلي تقدم وسواء فيها اخطاء فرديه او اخطاء جماعيه من الفرقه ككل، ولكن التقدم بتاع الفيصلي خاصه في المباراه الثانيه لما تقدم 2-0
اربك اللعيبه شويه وخلاهم مستعجلين جدا انه يعوضوا فارق الهدفين. فانا اعتقد دي نقطه هتبقى مهمه جدا، انه على قد ما النادي الاهلي هيحاول ان دي مباراه كاس ولازم يضغط عشان يكسب، ولكن اعتقد هيبقى منتبه جدا في الهجمات المرتده، او اذا حتى السموحه لعب بطريقه هجوميه، لانه يعني دي خروج مغلوب يعني. كابتن اسامه، في بدايه الحلقه انا قلت اربع نقاط وقلتهم بخبره سنين طويله مع مدربين محترمه، وانت كمان كمدرب اكثر من رائع، وانا دي شهاده اعتز بيها للشغل اللي انت عملته مع اسوان، كان بعيد جدا ودخلته بقى شكل الاداء مختلف. عشان كده هكلمك في اللي اتعلمناه من مدربين كبار على راسهم الكابتن محمود الجوهري ومانويل جوزيه. جمل هي مجرد ناس ممكن تشوف اللي احنا بنتكلم، لكن لما ببقى موجود على ارض الواقع هيفرق معاك بشكل كبير. واحنا بنتكلم على ان شاء الله انتصار للنادي الاهلي، بنتكلم على الاهلي يبقى الفعل مش رد الفعل، بنتكلم على الضغط من اول دقيقه والكرات المشتركه، بنتكلم على روح الفانيله الحمراء اللي مع كل الاجيال موجوده، الحاجات دي موجوده ما تخافش على الاهلي. مظبوط، ما هي حاجات اللي انت بتقوله يا شادي ده اساس في اداء النادي الاهلي. الضغط ده غالبا يعني بنسبه هنقول 95% من مباريات النادي الاهلي، سواء دوري المحلي سواء افريقيه سواء عربيه، بيبقى الضغط ده سمه اساسيه، اللي هو الضغط المتقدم ده عشان النادي الاهلي مطالب على طول ان يكسب. لكن في احيانا بعض المباريات وانت لعبت كتير وعارف كانت تتطلب تحفظ بطريقه معينه، تلعب ثلاثة ديفندر، تلعب من وسط ملعبك، تقلل الضغط من بعيد شويه، تقلل الضغط. في احيانا بعض المباريات تتطلب ده، لكن دي مش السمه الاساسيه في اداء النادي الاهلي. فدي نقطة مهمة طبعا، موضوع الضغط سواء من قدام او حتى متأخر شوية، بس يبقى ما يديش فرصة انه اللعيبة التانية تمتلك الكورة. انت قلت لي النقطة الالتزام التكتيكي داخل الملعب، الضغط طبعا، الاهلي يبقى الفعل، ومع طبعًا الروح الفانيلة النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم عنها، هي مش مجرد كلمة. طبعا يعني الموضوع روح الفانيلة ده خلاص بقى الناس حتى الجماهير، ولذلك الجماهير نفسها بتبقى احساسها لغاية اخر ثانية لو النادي الاهلي مغلوب او متعادل، احساسهم انه الاهلي هيكسب او هيرجع للمباراة، او لو مغلوب هيتعادل وبعدين يتفوق. دي جايه من اللي انت قلته ده، اللي هو الروح الفانيلا الحمراء والاصرار اللي بيبقى عند اللعيبه اللي هي طول عمرها متربيه عليه، وحتى اللعيبه اللي كانت بتيجي من خارج النادي وبتتعود على المكسب وكده بيبقى موجود. فحتى الانطباع ده عند الجمهور ما بيقسي لغايه لما الحكم بيصفر. يعني حتى ماتش اللي قلت لك الفيصلي الاخير، النادي الاهلي مغلوب 2، والناس لغايه اخر 3 4 دقايق عندها امل ان ده يتعادل، وفعلا في جون جه في الدقيقه خلاص والحكم بيصفر، يمكن لو كان في دقيقتين ثلاثه كان ممكن الاهلي يتعادل. يعني كابتن، النادي الاهلي خلينا اكلمك بصراحه، هيتاثر بالغيابات اللي موجوده سواء اللعيبه اللي هي المنضمه حديثا او سواء احمد فتحي وسعد سمير؟ بص، هو في مجمل اللقاءين، قصدي الفرقتين، هنا في غيابات وهنا في غيابات. يعني التأثير هنا والتأثير هنا هيعمل تكافؤ شويه. مفيش شك ان سعد سمير عمل موسم السنه دي رائع، ومن افضل لعيبه النادي الاهلي طوال الموسم، مستوى ثابت، فما فيش شك ان هو مؤثر ووضح تاثيره في غيابه حتى في البطوله العربيه وكده. احمد فتحي طبعا لعيب مميز جدا ومهم جدا. يعني بقيه اللعيبه مع احترامي ليها، اللعيبه هايله، ما حدش يقدر ينكر امكانيات ازارو ولا اسلام محارب ولا اللعيبه المنضمه حديثا او كده، ولكن لسه تاثيرهم جوه الفرقه مش واضح قوي. مش قصدي ان هو مش هيفرق، ولكن لسه ما يبانش تاثيرهم قوي. ما اقدرش يعني تقول ان غيابهم هياثر قوي على اداء النادي الاهلي، لكن في بعض الاماكن هتاثر. لكن في وجود بقيه اللعيبه اللي موجوده اللي انا قريتهم، اللي هم ال 23 اللي موجودين،
ما اعتقدش انه يحصل خلل في حاجه. يمكن هي بس المشكله الوحيده اللي انا قلت عليها انه في نجيب ورامي بس في خط في قلبي الدفاع، واحمد فتحي حتى موقوف، هو ده الثالث. عمرو السوليه لما لعب كان كويس في السرديه. ما هو ده الحل الثالث، يعني احمد فتحي ما بقاش موجود، ممكن جدا عمرو السوليه، ممكن احيانا محمد هاني. والحل كمان الموجود برضو حسام غالي، لانه حسام غالي برضو عنده خبرات، ولكن ترتيبا كده يعني، فبرضه ممكن تتحل. دي اكتر مشكله لا قدر الله لو حصل، يعني ان شاء الله رامي ونجيب يقدروا يكملوا الماتش كله، لكن لو حصل اي حاجه دي بس ممكن تبقى فيها مشكله. لكن كل الاماكن متغطيه، سواء الباكين، سواء حراسه المرمى، سواء نص الملعب، سواء الخط الامامي، كل العناصر تقريبا موجوده. يعني كابتن اسامه، عايز ابعد عن الماتش شويه وادردش معاك. ايه الفرق ما بين النادي الاهلي مع كابتن حسام البدري وانت كنت حضرتك مع مارتن يول؟ مش هقدر اقارن مقارنه واضحه، لانه ال كل وقت زي ما بيقولوا ليه ادان. يعني مارتن يول جه في نص الموسم، ويمكن كمان كان عدى شويه من نص الموسم، اشتغل حوالي 4 شهور ونص تقريبا، كل شغله طوال يعني من ساعه ما جه لغايه لما مشي 4 شهور ونص تحديدا. يعني برضه كراجل اجنبي ما يفهمش ثقافه البلد، واللغه مختلفه، واول مره يمرن في المنطقه العربيه، كل الامور دي. مهما انت بتشرح حاجات، يعني انا وسعيد وعظيمه وطارق سليمان، كل الناس اللي حواليه يعني كانت بتوصله على قد ما تقدر، ولكن برضه هو كان لازم في حاجات بيستكشفها بنفسه. تعامل مع الاعلام مثلا ازاي، تعامل مع اللعيبه، اللعيب ده ممكن يزعل لو انا كلمته باسلوب معين، ممكن لو انا متمرس زي مثلا مستر مانو جوزيه قعد 6 7 8 سنين، فخلاص عارف طبيعه اللعيبه المصريين ايه، وعارف لا ما هو بس اكيد في اول ما جه اصطدم بحاجات معينه. صح. حتى على فكره مستر مانويل جوزيه بدايته معانا احنا كجهاز مساعد، كان اول سنه 2001 كابتن مختار وكابتن حسام البدري وانا واحمد ناجي، كانت مشاكل بينا اكتر من بعد كده. يعني احنا اشتغلنا بعد كده معاه في 2003 و2004، خصوصا لانه الاولاني ده انت اتذكر كان عصبي اكتر بكتير جدا عن لما جه تاني مره. شفت بقى، ما انا بقول لك عشان هو مهما بيشتغل مع مجموعه برضه جاي في ثقافه مختلفه، ما يعرفش الناس دي هل هي شاطره ولا بتضحك عليه، بتقول له اي حاجه بتغلطه، ما يعرفش الناس دي الباع الفرقه ولا مثلا عايزه يمشيه. لا ده حقيقه، معلش، هو لانه جاي من الاجنبي دايما حاجه مختلفه عن شعب، يعني طريقه تعامل بتبقى فيها اختلاف شويه، طريقه هي كره في النهايه واحد، لكن انا اقصد طريقه التعامل وطريقه التفكير وطريقه، فبتاخد وقت شويه. ولذلك انا على المستوى الشخصي، ويمكن دي معروفه، يمكن احمد عبده كمان اللي هو كان مترجم كان يقول لك الكلام ده، انا اصطدمت بمستر مانو جوزيه كذا مره، والكابتن مختار والكابتن حسام، في بالذات في البدايات. يعني بعد كده بالعكس خلاص بقى هو عارف مين دولت، وبقى عنده ثقته بالناس دي ازاي، وعارف خلاص بقت العمليه. الكواليس مره قال لي عن حضرتك ايه؟ اه كنت ليا طلب عنده كده، فدخلت الغرفه، انت عارف هو بيحبش يتكلم في مين يلعب، وتروح تقول له ما مش يعني عارف ايه، يقول لك اقفل الباب وراك. فراح حاجه بعيد عن الكوره، انا في حاجه بره الكوره كده، فقعد يسمعني وكده، وفي الاخر جت سيره حضرتك، فقال لي انا بيعجبني كابتن اسامه عرابي، عشان مش هقول له على حاجه يقول لي طيب اوكي تمام كده، لكن بيقاوح معايا ويقول لي لا كده عندك حق، ان وجهه نظرك انا اقتنعت بيها فممكن اعملها. بس شفت بقى، انا بقول لك مثلا موضوع زي ده معايا او مع غيري، ممكن جدا في بدايه التعامل ياخده بمحمل تاني. صح. فانا عشان كده بقول لك مستر مارتن يول تجربته
ما خدتش وقتها، يعني الراجل قعد 4 شهور ونص دخل في دوري كاس افريقيا كلهم تخبيط ورا بعض ورا بعض، ماتشات مضغوطه كل يومين ثلاثه، وكل ففي حاجات كان لازم عايز وقته فيها، ديت فرقت معاه. ثانيا هو جه في نص الموسم، ثالثا ابتدى يجيب لعيبه على اساس انه هيبتدي بيهم الموسم فهو مشي. كابتن حسام طبعا مدرب كبير، وانا شرفت بالشغل معاه سواء من سنه ما انا بطلت 99 اول واحد اشتغلت معاه تحت 17 سنه، وبعدين مع مستر مانو جوزيه اكتر من 3 سنين، وفي المنتخب الاولمبي 2 سنين، راجل مدرب كبير ومدرب محترم. ولكن جه من بدايه الموسم جه والفرقه اترتبت الى حد ما اكتر من فتره بتاعت مستر مانويل جوزيه، كان مع مستر مارتن مشي رمضان صبحي، مشي ايفون عقبال ما نستقدم ناس تحل محلهم، ففي امور مختلفه هنا وهنا. لكن بصفه عامه ال 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 التجربتين كويسين، ما اقدرش اقول التجربه فيهم سواء بتاعت مستر مارتن او بتاعت كابتن حسام، ولكن يمكن بتاعت يعني تجربه مستر مارتن لم تكتمل. بس كابتن اسامه، في ناس كتير اكيد الشباب اللي طالع بيسمعوا، بس كابتن اسامه ده واخد بطولات اكتر من انديه كتير، انت واخد كام بطوله مع النادي الاهلي ولعبت كام ماتش؟ انا واخد 28 بطوله متفرقه بقى طبعا، يعني 10 دوري 7 كاس افرو اسيويه 4 بطولات عربيه، بطوله كاس الاتحاد المصري، ولعبت 401 او 402 مباراه. فالحمد لله طبعا عدد كبير من الماتشات وعدد كتير من البطولات، لكن ده يعني انا حظي حلو ان انا لعبت على مدار 17 سنه من 82 ل 99، فطبيعه الحال ربنا وفقني مع طبعا زمايلي والاجهزه الفنيه كلها اللي اشتغلت ومجالس الادارات وكل الناس ان انا اوصل للعدد ده يعني. ولكن اللي انا عايز اقوله انه كمان الرقم ده كان ممكن يزيد لو احنا في ايامنا عدد الماتشات ما كانش زي دلوقتي، يعني كان اقل كان اقل بكتير يعني. اولا مثلا السنه دي مثلا في البطولات كلها اعتقد بتعمل 52 مباراه ده او اكتر كمان، اكتر دلوقتي بعد لما عدد الفرق زادت في الدوري ممكن تروح انت دلوقتي بتلعب 58 مباراه. مظبوط، انت بتلعب 34 ماتش دوري، ممكن لو وصلت فاينل كاس تلعب 5 ماتشات. البطولة الإفريقية بقت مجموعات، ما كانتش مجموعات، كانت خروج مغلوب على طول. صح. فدخلك في 58 60 مباراة، احنا ممكن أيامنا أقصى حاجة توصل لها 40 مباراة أو 35 مباراة تبقى إنجاز، لأنك الدوري مثلا كان بيبقى 14 نادي، يعني بتلعب 26 مباراة بس، تقريبا ممكن يكون نص الدوري ده أو 70% منه. البطولات الإفريقية ما كانش بنلعب بنظام المجموعات خالص، انت بالمجموعات بتلعب 6 مباريات ثم بتتنقل بتلعب ماتشات تاني، كانت عدد الماتشات محدود. البطولات اللي هي بطل الدوري والكاس ما كانتش موجودة، ولذلك انا بالنسبة للدوري المصري والكاس المصري ما خدتش ولا بطولة سوبر دوري او كاس مصري، يعني انا لعبت مثلا واخد 10 دوري واخد 7 كاس، كنت هلعب 17 مره بطل دوري وكاس. صح. كنت هلعب 17 مسابقه 17 بطوله ابطال الدوري مع ابطال الكاس، ما لعبتش ولا مره. فكل دي طبعا برضو، لكن الحمد لله يعني عدد كبير من الماتشات وعدد كبير من البطولات الحمد لله يعني. حاسس ان انت واخد حقك كاسم اسامه عراب؟ الحمد لله يعني. بص يا شادي، انت من الناس اللي شلت كاسات كتير مع النادي الاهلي ولعبت كتير في النادي الاهلي. اي حد اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي ولو حتى عدد محدود من المباريات ولا خد بطوله واحده ولا بتاع، اسمه بيبقى كبير. فبالك الحمد لله انا بعدد الماتشات دي كلها وعدد البطولات دي كلها وعدد السنين دي كلها من 81 وانا في النادي الاهلي حتى السنه اللي فاتت موجود في الاهلي، يعني اكتر من كام، من 81 ل 2017 اكتر 36 سنه. فاكيد الحمد لله يعني، ولكن ما زلت لسه عندي طموحات في التدريب، حاسس ان الفرصه لا ما خدتهاش لسه قوي في موضوع التدريب يعني. هو ده اللي كنت هسأل حضرتك فيه. احنا بنتكلم عن
اللي قاعد قدام حضراتكم تاريخ بجد، بطولات حدث ولا حرج، عدد لعب ماتشات حدث ولا حرج. كمان لما نتكلم على المستوى الاخلاقي، والكابتن اسامه هو ممكن يكون هادي معانا شويه بس دمه خفيف جدا جدا ومقالب والكلام ده كله، انا جيله حكى لي حاجات كتير. فده يخليني اسالك، انت رحت للتدريب، تدريب احسن ولا وانت لاعب بالبطولات والانجازات دي؟ انه الاحسن؟ لا احسن، احلى فتره في حياه اي حد اللعب. يعني اعتقد مش في كره القدم، هتلاقي اي رياضي كان بيلعب لعبه معينه وكاريره انتهى كلاعب وابتدى في التدريب او الاداره او كذا، طبعا ممتعه برضه، ممتعه جدا، انا بحب التدريب جدا وممتع. ولكن فتره اللعب طبعا بتبقى اجمل فتره في حياتك، يعني الحاجه الوحيده اللي ما تقدرش ترجع لها. يعني كان الكابتن حسن حمدي الله يمسيه بالخير كان تملي يقول لنا الموضوع ده لما يجتمع معانا، كان يقول لك انت لما حد مثلا ياثر في اللعيبه، حد داخلين على بطوله مش قادرين ناخدها، مش عارف، او مش يعني عايز يحفزنا، يقول لك انت وقت اللعب مش هيجي لك تاني، لكن اي حاجه تانيه هتقدر تعملها بعد حياه الكوره. ايوه، لكن بعد ما بتخلص لعب تقدر تعمل اي حاجه تانيه كانت بتشغلك عن انك انت تبقى مهتم بلعبك، يعني بمهنتك اللي هي اللعب، اللي هي الاحتراف دلوقتي، انك تبقى. فطبعا احلى فتره هي فتره اللعب، ولكن برضو التدريب ممتع جدا. ممتع. واعتقد انا شفتك السنه دي، حصل اتصال ما بيني وما بين حضرتك، متذكر ما قلت لك مره خلي بالك على صحتك، انت بتتعصب جامد جدا، متعايش، بتشتغل باخلاص شديد مع فرقه اسوان، لكن كان باين على الرياكشن بتاعك في الماتشات، كنت خايف عليك، عشان كده حصل مكالمه مع حضرتك قلت لها خلي بالك يا كابتن اسامه كده خطر، انت بتخرج عن شعورك خالص. ما هي مشكله التدريب مهنه صعبه جدا وشاقه، هي الناس بس يمكن ايه من بره بتشوف حلاوتها، يعني ان انت ماسك فرقه، انك انت بتطلع في التلفزيون، انت على فكره انا بطبيعتي كده حتى وانا بلعب، بس وانت بتلعب اولا معاك فرقه كامله بتبقى شايله معاك، انت بيبقى تركيزك صحيح في امور فنيه مثلا مكلف بيها، او ادائك هيبقى كويس ولا لا، وعايز تبقى كويس، ولكن شايل همك بصوره كبيره قوي. صح. لكن وانت مدير فني شايل هم كل حاجه. شايل هم جماهير عايزه مكسب. محافظه كامله مثلا، لو انا ماسك اسوان مثلا محافظه كامله عايزه مكسب. شايل هم مجلس اداره عايز مكسب، جايبك عشان عايز يكسب وعايز يعمل نتائج، و شايل هم 30 لاعب كل واحد فيهم عايز يلعب، وكل واحد فيهم شايف انه حق انه يلعب. ما هو كلنا كنا لعيبه كوره وعارفين، انا لما كنت ببقى بلعب والمدرب ما بيلعبنيش ببقى هتجنن عايز العب اول واحد، وانت كده واكيد اي حد فينا كده. فشايل هم 30 لاعب، 11 بس فيهم اللي هيلعبوا، وسته ولا سبعه احتياطي، والباقيه هيبقى في بعض المشاكل هتواجهك. شايل هم امكانيات، هل الامكانيات مساعداك انك تحقق اللي انت عايزه ولا لا؟ فكل ده انت كمدير فني شايله. في بقى حاجات كمان، عوامل دي، اولا مش كل عوامل انت ماسكها، انت بتحاول وبتأدي في التدريب وبتشتغل وبتجتهد، ولكن في عوامل مش في ايدك 100%، لكن وانت لعيب انت مالكها 100%. حاجات خارجيه بقى، عدم توفيق مثلا في يوم لعيبه مش موفقه، حكم سواء خطأ بدون قصد، يعني غير قاصد انه يغلط ولكن اخطا، كلفك مثلا مباراه ممكن تقعدك مثلا بالنسبه لاصوات تقعدك في دوري، حصل لك ماتش او ماتشات، او عن تعمد، يعني او احساسك ان بيبقى تعمد، او انه جاي عليك لانك انت اضعف مثلا. فكل ده انت شايل همه، كل ده، لكن اللعيب هو تفكيره في نفسه، في انه يبقى متواجد، انه ياخد كل فلوسه ما يتخصمش منه انه ولا مليم. صح. اللعيب عايز يلعب وما يتخصمش منه ولا مليم، ويجي متاخر ما يتعاقبش، ويسهر براحته مثلا، يعني بعضهم مش كله يسهر براحته،
كل ده انت شايل همه، يعني انت شايل هم ده كله على التدريب. تدريب من شاقه طبعا. جداً اه طبعا جداً جداً. طبعا كابتن، عايز اخد كده ذكريات معاك. دايما بنحاول يعني نتكلم مع ضيوفنا اللي يخرج منهم الجانب اللي الناس ما تعرفوش. انت كنت تعمل مقالب كتير جدا في زمان، وعلى فكره دايما بتروح وتتكلم في الكوره في البرامج ومش، لكن انا اللي اتحكى لي غير كده. كابتن اسامه كان مش طبيعي بيعمل حاجات. لا هو كان حاجه حصلت انت عملتها كابتن اسامه؟ لا مش مقالب، بس هو يعني كان في مواقف بتبقى ظريفه يعني. يعني مثلا انت عارف انا لعبت لسن كبير لغايه 37 سنه. كنت هتعتزل اقول لك كابتن سامي. الله يرحمه. بس طبعا من الناس اللي ما بتتعوضش يعني. الله يرحمه، شخصيه هايله، وكان من انجح مديرين الكوره اللي جم، وكلاعب طبعا الله يرحمه. فاللعيبه الصغيره اللي طالعه كانت تقول لي يا كابتن اسامه انت مش هتعتزل بقى، يا كابتن اسامه انت سنك كبر، يا كابتن اسامه. فقول لهم يا جماعه لا انا هكمل وانتوا هتعتذروا. فمره مشير حنفي كان ظريف، مشير حنفي فبقول له يا كابتن اسامه انت سنك بقى كبير قوي، ده خوف ومات وخفرع مات ونفرتيتي مات. قلت له نفرتيتي مات؟ نفرتيتي يا مشير دي واحده سن. قال لي اصل انا ما خدتهاش في المدرسه. والحاجات اللي انا كل ما افتكرها اقعد اضحك. فبيقول لي ايه ده ليفرتيتي مات يا كابتن؟ قلت له ليفرتيتي مات؟ يا ابني انت ما دخلتش مدرسه ولا ايه؟ ففي حاجات كتيره كده. حد يقول لك كده انت قعدت في اخر اعتقد سنتين كان بيجدد لك سنه بسنه وتروح متتالق فيجددوا لك سنه. ففي حاجات كتيره مرت علينا كانت. بس انت ليك موقف يا كابتن عملت مشكله جامده جدا، رميت تعبان لحد او حاجه زي كده ولا اترمى؟ لا ده رضا عبد العال اللي عملها فيا. ايه اللي حصل؟ انت عارف ال المختص اللي عندنا اللي جوه في اوضه اللبس اللي جوه اللي هو عامل زي الجاكوزي ده بنحط فيه التلج او الميه السخنه. فانا فجاه كنا كلنا قاعدين بعد التمرين في المختص، ففجاه انا مش واخد خوانه يعني، كل شويه الاقي لعيب يطلع يا عم انت طالع ليه بدري؟ يقول لي لا لا خلاص. الثاني الثالث اتاريهم كلهم متفقين، ورضا عبد العال كان جايب تعبان بس طبعا مش سام يعني. ولقيتهم كلهم خرجوا وانا جوه بقى لوحدي، بقيت لوحدي. راح رماه في الميه. رمى جاي وراح حاطط لي. عملت ايه؟ عملت ايه؟ انا نطت، وطبعا التعبان بقى سريع جدا في الميه. شوف بقى كل تدريبات الرشاقه اللي احنا خدناها والمرونه. ابقى اجري كده لقيت كده اجري كده. والله عذبني عقبال ما عرفت اطلع تاني من المخطط. ده رضا اللي عمل فيا رضا هو اللي كان بيحب يعمل الحاجات دي يعني. كابتن كنت جيل جامد جدا وجاب 7 دوري ورا بعض، وحضرتك لعبت كمان قبلها. بس انا بتكلم على الفتره دي ب7 دوري ورا بعض وانجاز كبير جدا يا كابتن. يعني انت بتتكلم على فكره هتلاقي كده في الاجيال كلها، ان انت تبقى فيه تلاقي حد بيضحك، كواليس كتير وبتاع، وده جزء من نجاحك ان انت بتخرج من الاجواء اللي فيها ضغط. اللعب في الاهلي ضغط غير طبيعي. لا هو كل بص يعني عامه الرياضيين عامه فيهم الرياضه فيها انبساط كده يعني. فيها الرياضيين بيبقوا بساط يعني. اي واحد لعب رياضه كتير هتلاقيه كده غالبا يعني. طريقه فهتلاقي بس في كل جيل هتلاقي ناس يعني دمهم خفيف او بيحبوا يعملوا اكتر يعني. في مثلا في الجيل الاولاني مثلا اللي هو بتاع الثمانينات وكده هتلاقي كابتن مصطفى عبده، مدحت رمضان، مجد عبد الغني، على طول دول مع بعض على طول. طبعا حاجات ده بيقول لك ده ما حدش قرب منهم. فعلى طول تيجي مثلا بعد كده في ايمن شوقي كان رهيب. ايمن شوقي كان تخش بعد كده تلاقي بقى بدر رجب ومحمد السيد، ودول برضو كان دمهم خفيف. فاكر موقف فرح الكابتن مشير حنف؟ انت ليك معاك اقول لك، انا حكوا لي كل حاجه، قالوا لي بقى عايز تسمع القصه دي اسمعها بالكابتن اسامه. لا مش هينفع بقى خلاص. قول اللي ينفع يتقال فيها عشان احنا على الهوا يعني، احنا بنضحك وكابتن مشير حبيبنا وشخصيه محترمه، ما تزعلش. صعب صعب. لا قول. لا والله قول لنا حته.
أو مشير كان من الناس اللي دمها خفيف برضه. فهو عزمنا مرة في فرح و... في شبرا. شبرا. وكان عامله في الشارع يعني. وشبرا من الأحياء الجميلة جدا طبعا. ولكن الفرح كان في الشارع ففي عدد. والأهلي رايح وزحمة رهيبة. عدد مهول من الناس. فإحنا بقى قاعدين في الفرح ومشير لابس البدلة وقاعد في الكوشة وبتاع. وكان جايب كاسيت كبير بيشغل عليه أغاني كده. ففجأة النور قطع. فبعد شوية راح النور جه. التسجيل ما كانش موجود. التسجيل الكبير ده ما كانش موجود. فإذا حد شاله عشان ما فقاعدين يدوروا عليه مش لاقيينه عشان عايزين يشغلوا الأغاني تاني. فبقى مشير بقى هو بالبدلة كده بقى والبتاع راح واقف في الميكروفون. يا جماعة اللي بيحب مشير حلبي يرجع التسجيل. طبعا كان موقف كل ما نفتكره نموت على سبب الضحك. هو بقى بالعريس وبالبدله كده هو طيب جدا قوي جدا دمه خفيف جدا. وعلى فكره الفراشات ملهاش حل. طبعا ولما يحصل معاه الموقف ده خلي بالك هو عمده في شبرا. لا واحنا اصل انت يعني كنت انا وتامر حفني ومجموعه كبيره من لعيبه الاهلي هناك. فالموقف كان دمه خفيف يعني. هو واقف بقى بالكرافته كده والبدله وبتاع وقال لك يا جماعة اللي يحب مشير حنفي يرجع التسجيل في الميكروفون. على فكرة كمان كان قبل ما يعني ابعد عن الحتة دي. على فكرة مشير كان من المساكين الكويسين جدا في النادي الاهلي طبعا. صح. كابتن عايز اكلمك في جزئية. انا ياما سألت مدربين كتير. انا بكلم الكابتن اسامة عرابي المدرب. كابتن اسامة بيمسك اسوان في امكانيات. خلينا نتكلم بصراحة. طبعا امكانيات مش كبيرة قوي زي اندية تانية. اجتهد معاهم ظهر بشكل كويس. شفنا الفرقه ادائها اتغير كمان يعني خططيا الحمد لله. يجي النهارده كابتن اسامه يعاني جدا عشان يمسك فريق. هو الشغل ازاي؟ ما انا خلي بالك بكلمك بمنتهى الامانه. في مدربين اصل اشتكوا كتير. كل واحد كان ليه اسبابه يعني. وفي حد بيقبل بالامر الواقع. بتضايقك دي ان انت تبقى عملت شغل وبعد كده فرص الشغل بتبقى اقل؟ ما فيش شك اي حد بيحب من التدريب او بيحس ان هو ممكن يعمل عامل نجاحات او كده او عامل تطور في حاجه معينه او كده اكيد بيزعل. ولكن اللي بيشتغل في من التدريب عارف ان احنا في دايره يعني. المواضيع بتروح وتيجي وتلف يعني ده طبيعه شغلنا. طبيعه شغلنا احنا مش لعيبه يعني. اللعيب بيعمل مثلا عادي سنتين ثلاثه مستمر فيه حتى لو المدرب مشي ممكن يتغار عليه ثلاث اربع مدربين. لا احنا مدربين احنا عارفين ان حياتنا كده يعني. فيها ممكن واحد يروح شهر هنا ما يوفقش او يحصل خلاف مع مجلس اداره او اي حاجه يمشي يقعد هنا ست شهور يقعد هنا سنه. فهي شغلانتنا فيها المخاطره دي. فبالنسبه لي ده طبيعي في طبيعه شغلي. ولكن اكيد الواحد حابب انه يبقى متواجد وبيشتغل. ده طبيعي يعني. لكن اللي انا عايز اقوله ما فيش شك ان جهدك مؤثر. جهدك بيبان للناس. تاني حاجه في بعض الايه عايز اقول ايه العلاقات وال وال وال, 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 وال يعني توسيع دايره العلاقات بتبقى مؤثره. طبعا الـ الوكلاء مؤثرين. كل الحاجات دي عوامل يعني مكتمله مع بعض يعني. كابتن عنديك المدير الفني لمده دقيقتين للنادي الاهلي وقول لنا التشكيله من وجهه نظرك اللي تبتدي بكره بالنسبه للمجموعه 23 لاعب اللي موجودين. مين اللي حراسه المرمى؟ طب انت هتقرا ال 23 الاول ولا عايز نقول على طول؟ قول حضرتك ال 23. ال 23 حراسه المرمى شريف اكرامي، محمد الشناوي، واحمد عبد العبد المنعم. اعتقد شريف اكرامي هو اللي هيبدا. شريف اعتقد في الدفاع باسم علي، محمد هاني، وصبري رحيل، وحسين السيد، وعلي معلول، ورامي ربيعه، ومحمد نجيب. قلبي الدفاع ما فهمش تفكير يعني. نجيب وربيعه والباكرايت غالبا يبقى باسم علي. باسم علي ادى بطوله عربيه ناجحه. ومحمد هاني طبعا ممتاز ولكن انا اعتقد بالشكل الاخير ممكن يكون باسم علي.
وكمان ان محمد هاني ممكن يقعد كاحتياطي للمساك وللظاهرين يعني. و شمال علي معلول اعتقد يعني تمام. رغم ان حسين السيد برضو ادى بشكل كويس هو وصبري في البطوله. في وسط الملعب يمكن دي هتبقى فيها حيره شويه، هم الموجودين حسام غالي وحسام عاشور وعمرو السليه واحمد حمود واكرم توفيق وعمرو بركات وصالح جمعه وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان. هي هتبقى اتنين من تلاتة بس انا يعني في حسام غالي وحسام عاشور، لا بتكلم على اللي هما الاتنين الارتكاز لان الاهلي بيلعب 4 2 3 1 في الغالب. في حسام غالي وحسام عاشور وعمرو السليه. هي دي هتبقى فيها حيره شويه، ممكن حسام عاشور وعمرو السليه او حسام غالي. تلاتة اللي في تلاتة اعتقد ان صالح جمعه ماشي بصوره كويسه قوي فهيبقى واحد منهم صالح. وعبد الله السعيد مؤثر، ولكن هي تبقى فيها مشكله شويه مين فيهم اللي يلعب على الطرف. وممكن وليد سليمان. والرابع يبقى بين مؤمن زكريا ما اعتقد. لا هما ثلاثه ما خلاص ثلاثة. صالح جمعه وعبد الله ووليد ممكن. صالح جمعه صالح وعبد الله وليد ممكن او ممكن مين راس الحربه؟ اعتقد في الثلاثه الموجودين ممكن يبتدي كبدايه بجونيور اجاي. جونيور في جونيور وعماد متعب طبعا، عماد متعب ما لعبش الماتش الاخير كان مش موجود، وعمرو جمال ممكن جدا يبتدي بجونيور اجاي. الاختلاف الوحيد ان ممكن يبدا جونيور تحت ويبدا بعمر جمال في البدايه تمام. انا هقول لك التشكيل اللي انت قلته لي، هسمح لك بواحد بس انت يبقى حضرتك بتقول لي شريف اكرامي باسم علي ربيع محمد نجيب علي معلول حسام غالي وحسام عاشور قدامهم ثلاثه صالح عبد الله وانت بتقول لي يا وليد او مؤمن وقدامهم جونيور. ده التشكيل بتاعك هو أوكي. طريقة اللعب هتبتدي ازاي مع فرقة سموحة بكرة وانت عايز تبقى الفعل؟ هتضغط من قدام ولا تلتم ملعب ولا تنزل نص ملعبك؟ ما اصل دي ليها حاجات كتيرة جدا. ما اعرفش تعمل ايه لو مباراة كاس مع سموحة انت مع حافظ سموحة ولعبت ضدك تلعب ازاي اللي يخليك تكسب المباراة؟ لا كنادي اهلي هضغط عادي من 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 قدام بطبيعة الحال، هضغط من قدام بالذات في بداية مثلا اول ربع ساعة. ايوه بالذات في بداية المباراة خاصة ان جاهزية لعيبة النادي الاهلي اكتر من لعيبة السموحة في الوقت دوت. فاعتقد انه البداية هتبقى كده، وكمان بالذات بعد الخروج من البطولة العربية فالنادي الاهلي قدامه فرصة ذهبية طبعا بكرة في مباراة قبل النهائي، وهو خلاص عارف النهائي كمان مين. فاعتقد الضغط ممكن يبقى من قدام لكن مش طوال المباراة طبعا. كابتن اسامه انت اشتغلت مع الكابتن حسام عشان نشوف احنا بنشوف انت اشتغلت عمر كبير ومع المنتخب الاولمبي، فانا سالتك الضغط هيبقى منين؟ بس في مشكله عشان نتكلم في كل حاجه، في مشكله في اهدار الفرص. النادي الاهلي بتجي له فرص كتير ودي مباراه كاس عليك ان انت تستغل الفرصه اللي تيجي، وفي بعض المشاكل احيانا في بعض المباريات مشاكل دفاعيه يعالجها ازاي في مباراه بكره؟ ما هو اصل هي مش ما بتجيش من يوم وليله، هي على مدار السنه، فهو شغال طول السنه بشكل كويس، ما اتغلبوش في الدوري، يمكن الاخفاقين الاخرانيين بس اللي حصلوا مع الفيصلي، فهيلعبوا بنفس الطريقه بس هيبقى يعني في تعليمات شويه تركيز اكتر من تشكيله كواع الشاشه كمان. هي بس طبعا هتبقى الاختلاف في لان صالح وعبد الله السعيد بيحبوا اكتر يلعبوا في العمق، ولكن انا عارف انه عبد الله السعيد مؤثر جدا ومن اهم لعيبه النادي الاهلي، وبصراحه برضو صالح في الفتره الاخيره ماشي بصوره كويسه قوي، يعني احسن فترات صالح من ساعه ما جه النادي الاهلي هي الفتره الاخيره. تقصد حاجه ممكن انا اقولها لك لغويا كده وتقول لي صح ولا غلط؟ يعني لما شفنا صالح مع عبد الله السعيد في اخر مباراه النادي الاهلي وصل وكان مسيطر وكان في لا مركزيه موجوده، يعني شويه بتلاقي صالح يمين وشويه بتلاقي عبد الله يمين. يعني في لا مركزيه وفي حريه في الحركه ما بين الاثنين. بس هو المشكله ان الاثنين ما بيميلوش للطرف قوي، يعني عبد الله ما بيحبش يلعب على الطرف قوي، بيحب يلعب تحت الفيرويد، وصالح برضو بطبيعته ان كان صالح شويه ممكن ناحيه الشمال يلعبها.
هي دي بس الاختلاف الوحيد. فممكن برضو تلاقي جونيور اجايه هو اللي تحت وعمر مثلا جمال اللي بادئ مكان حد فيهم. لكن يعني في الغالب يعني اكتر من 85-90% اعتقد أربعة أربعة اثنين ثلاثة واحد خطة في الاساس بتعتمد على القادم هم الخلف. مظبوط مظبوط. لو بصيت لعدد اهداف مؤمن زكريا كلها قطع قطري جنب راس الحربة الثاني فبيلعب دور راس عشان جاي من تحت وفي الرؤية للمدافعين مش باين. هو اكتر اهداف النادي الاهلي هتلاقيها جايه من تحت. هتلاقي هداف السنه اللي فاتت مؤمن وعبد الله السعيد مع كان ايفونا قبل ما يمشي. برضو السنه دي هتلاقي اعتقد برضو عبد الله ومؤمن ووليد جاب اجوان كتيره. صالح جمعه في الفتره الاخيره ابتدى يجيب اجوان. فهتلاقي معظم طبعا اجايه برضو سواء بيلعب راس حرب او بيلعب تحت جاب خمس ست اجوان. معظم الناس هتلاقي اهداف يعني كتير قوي الناس اللي جايه من الاطراف او من العمق لان الاهلي بيلعب اللعبه دي كتير جدا اللي هي الاختراق من الجنب للعمق وتتحط له الكوره سواء مؤمن او وليد او صالح او كده. جاب منها اجوان كتيره يعني. كابتن عماد متعب لعيب خبرات كبيره طبعا بينزل لمسته بخبره في سنين طويله طبعا. يبقى ليه دور في مباراه بكره ان شاء الله. يعني دي بتاعت كابتن حسام طبعا. عماد متعب واحد من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخ مصر سواء للنادي الاهلي او الكره المصريه بصفه عامه وكمنتخب. وحتى الان مش عارفين نعوضه في المنتخب المصري او حتى ما فيش حد ملى مكانه في النادي الاهلي بصوره واضحه. ممكن جدا طبعا يبقى ليه دور. بس طبعا انا بقول لك ما اعرفش بالظبط. انت ماشي مع نفس المدرسه بتاعتي اللي هي بيلعب يلعب المهم الاهلي يكسب المدير الفني وصاحب الاختيار. لا اصل هقول لك حاجه. مهما احنا هنقول او غيرنا يقول المدير الفني هو اللي له صلاحيه التشكيل. وانا ساعات احيانا بختلف مع لعيبه بتيجي تقول لي مثلا انا ما لعبتش. فابسط حاجه تقول لي لمجموعه لعيبه كده قول لهم حطوا لي تشكيل هيختلف. هم نفسهم هيختلف صح. يعني اللعيبه نفسها لما تيجي تحط 11 هتلاقيه غير واحد او اثنين مختلف عن اللي جنبه وغير واحد او اثنين. يبقى اذا المدير الفني اللي هو مجلس اداره جايبه واللي هو المسؤول الاول عن الناحيه الفنيه له الحق الاول والاخير في اختيار التشكيل. لكن احنا بنقول وجهات نظر من الجايز تبقى سليمه من الجايز تبقى غير سليمه ولكن دي وجهه نظرنا احنا يعني. كابتن اسامه الكاميرا بتاع حضرتك اهي اتفضل. هتقولي عايز توجه رساله تقولي في الاخر. اقول يعني بالتوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله. سعيد بوجودي معاك ومع مشاهدين قناة النادي الأهلي ونتمنى دايما مزيد من النجاح والتوفيق للنادي الأهلي ويفضل عملاق ويفضل رقم واحد في القارة الإفريقية والمنطقة العربية. كابتن أسامة أنا على المستوى الشخصي فخور بحضرتك جدا لاسمك الكبير والبطولات والإنجازات اللي أنت حققتها مع النادي الأهلي. بتمنى لك التوفيق أكيد في مشوارك التدريبي وأكتر من كل ده حضرتك تاريخ كبير جدا جدا للنادي الاهلي. حضرتك محقق بطولات اكتر من انديه مصريه يعني ممكن تكون بتنافس النادي الاهلي. فدايما جمهور الاهلي بيذكرك ببطولاتك بانجازاتك اللي موجوده بكمان الرصيد اللي في البنك الحقيقي اللي هو البطولات اللي اهم من الفلوس. انا ممكن تكون الفلوس احيانا بتبقى مهمه لكن لا رصيدك كبير جدا من البطولات وبتشرف لما بتبقى موجود معايا ومبسوط جدا ان انت كنت معايا في الحلقه النهارده. متشكر لك جدا. اشكرك كابتن اسامه. كان معانا واحد من كبار النادي الاهلي وشخصيه محترمه جدا كل الاهلاويه بيحبوه غير الاهلاويه كابتن اسامه عربي. قبل ما اختم ببساطه عندنا ماتش مهم جدا ممكن البعض اللي بيتابعنا من بدايه الحلقه يقول انت قلت هتكلم في موضوع حسام غالي وما اتكلمتش فيه. باختصار الاهلي عنده ماتش مهم المفروض كلنا ورا النادي الاهلي ولكن عشان ما يبقاش فيه اقاويل كتير تواصلنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ. حسام غالي في عرض من نادي النصر موجود ما ينفعش نتكلم وفي مباراه التركيز دلوقتي الاهم الاهلي يكسب بالنسبه لنا. العروض مين يمشي مين يقعد
ده هيبقى ان شاء الله بعد المباراة نشوف الكلام كابتن حسام البدري هيقول ايه، كابتن سيد الحفيظ في قعدة مع حسام غالي، كل الامور هتبقى واضحة لحضراتكم. لكن الاهم بالنسبة لنا بنقفل على فرقتنا، كابتن حسام البدري يختار تشكيله ومين اللي يلعب مش شغلتنا، اهم حاجة بالنسبة لنا الاهلي يكسب، وبعدها نبقى نتكلم في العروض اللي موجودة، مين عايز يمشي مين عايز يقعد، لكن بالنسبة لنا الاهلي الاهم زي ما وعدنا حضراتكم. اتمنى لحضراتكم تبقوا اتبسطتوا النهارده من حلقه النهارده، واكيد هختم زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، تصبحوا على الف خير.